وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن فوق فوق هام السحب وإن كنتي ثرى فوق فوق هام السحب مساء الخير من الإمارات إلى أرض السعودية وإلى كل مشاهدينا في الوطن العربي. تتواصل الرحلة مع كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يزهو على العالم بحكمته وبأكف الخير يبسطها على البرية كسحائب المطر. تتواصل الرحلة مع أغلى حدث، حدث يزدان باسم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هي كأس للمحبة لتجديد العهود بأن يظل المليك حارسا على الأمة، الأمة التي تهفو إلى أطهر البقاع من كل فج عميق، الأمة التي تتطلع إلى المملكة عنوانا وواحة للأمن واستكانة للقلوب. من الإمارات نأتيكم برسالة حب، أنتم في القلب أرضا وملكا وشعبا، أنتم في القلب أحداثا وأفراحا، أنتم في القلب تتقاسمون الصدر مع الوطن. سلاما إلى السعودية، إليها يهفو كل تقي، سلاما إلى أرض النبي.
خادم البيت الطيبة والحرام، مشكور سعيك مشكور سعيك مشكور سعيك، واصلح الله عملك. تختال القصائد في حضرة خادم الحرمين الشريفين، تتنقل بين طيب الصفات في بستان مورد لا ينتهي، وتباهي الإمارات بفارسها ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فزاع الكلمة، الشاعر الذي يسير على خطى أبي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فارس العرب وقصيدة العرب. سمو الشيخ حمدان بن محمد تحدث باسم كل العرب ونظم من مشاعرهم قصيدة كحبات اللؤلؤ في وصف خادم الحرمين الشريفين، قائد المملكة دار المفاخر والكرم التي تتباهى على الأمم بأن فيها الحرم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد هي كلماتنا التي جمعها من القلوب ليهديها لملك الإنسانية ساكن كل القلوب. يعظم ملك فافواه حسادك طرم، وافواه خلانك عن امجادك تقول، من هيبتك شعب العروبة يحترم، ومن وقفتك سببت لعداك الذهول. يلا عسى من طلتك ما ننحرم، ونعايدك يا ابو فهد في كل حول. ويا المملكة دار المفاخر والكرم، وارض الملوك اللي لها عز وفعول، لو تفتخر مصر العروبة في الهرم، وهبك رب البيت فخرا ما يزول. اختارك تكونين أرض للحرم، واختارك تكونين قبرا للرسول.
ابو فهد تكتب الفرحة لك احلى قصيدة افتخرنا فيك يا وجه السعد تكتب الفرحة لك احلى قصيدة افتخرنا فيك يا وجه السعد انت سلمان لابس باسمتي وان وجد مثلك صدقني انت سلمان بكم من جديد إذن مشاهدينا الكرام من خلال هذه الأمسية الثانية في الطريق إلى أغلى الألقاب وأغلى البطولات. أرحب بضيوفي من خلال هذا الاستوديو، أرحب بالإعلامي السعودي حمد الدبيخي. حمد نرحب فيك، مساء الخير حياك الله. نواف مساء الخير للجميع. أرحب بيوسف حسين، حياك الله يا نواف سلطان. أرحب بالإعلامي المميز محمد البكيري، طلاب نواف. وأرحب بالكابتن رياض الذوادي. مرحبا أبو نواف. رياض زين ركز معي، أوراق وايد عندك في النهاية، مباراة يعني مباراة نهائية وخلاص، مو بدوري كامل يعني. تقول بحضر الدكتوراه وايد أوراق. تقول بحضر رسالة الدكتوراه. وأيضا أرحب بالمراسلين الموجودين هناك عندي، وائل القحطاني من مقر إقامة فريق الفيصلي في جدة وفي فندق كازابلانكا. مساء الخير وائل. مساء النور زميلي يعقوب السعدي، وصباح الخير بتوقيت أهلنا في أبو ظبي. بالتأكيد احنا متواجدين في مقر نادي الفيصلي اللي قبل قليل يمكن سنشاهد اللقطات وصول نادي الفيصلي من ملعب الرديف بالجوهرة بعد أن أنهى تمرين هذا اليوم اللي هو التمرين الأخير استعدادا للنهائي الكبير، نهائي خادم الحرمين الشريفين. بالتأكيد هي أمور كثيرة يعني يتمناها الفيصلويين ومحبي الفيصلويين هي الحصول على الكأس الغالية، كأس خادم الحرمين الشريفين. يعني خلني أتحدث عن يمكن لو تعطيني دقيقة بس يعني يعقوب عن يعني أخبار حصرية لمشاهدي قنوات أبو ظبي الرياضية. حصلنا على الجدول الخاص لفريق الفيصل منذ وصوله الساعة 3 عصرا وحتى الغد بإذن الله، والتوجه إلى ملعب الجوهرة. اليوم كان وصوله الساعة 3 عصرا نادي الفيصلي من خلال هذا الفندق، والساعة 8 مساء كان موعد مغادرتهم لملعب الجوهرة الرديف لإنهاء التمرين الأخير قبل نهاية خادم الحرمين الشريفين. كان موعد العشاء من 10 إلى 10:30. أما الخبر الأهم وهو وجود دكتور نفسي عند الساعة 12 بتوقيت السعودية، سيحاضر على اللاعبين محاضرة نفسية يهيئهم
إلى المباراة النهائية أمام فريق الاتحاد، بالتأكيد المباراة المهمة لفريق الفيصلي. أما جدول الغد زميلي يعقوب، بالتأكيد الساعة 1:15 هي في صالة الجيم، صالة الرياضية الخاصة بالفندق، ثم الساعة 2 موعد الغداء، والساعة 6:30 مغادرتهم إلى ملعب الجوهرة. هذا كله ما لدي يعني حاليا زميلي يعقوب. إن شاء الله من خلال ساعات البرنامج سنعود هنا بضيوف خاصين لقنوات أبوظبي. والأكيد بنرجع لك متى ما تم هناك جديد، راح نرجع لك. فهد المالكي من جدة القديمة، حيث سنعيش معكم أجواء اتحادية جماهيرية خاصة. فهد مساء الخير. مساء النور بنواف، تحية لك ولضيوفك الكرام، تحية أيضا لمشاهدي أبو ظبي سبورت. مثل ما تفضلت، سهرة خاصة بكل تأكيد مع الجماهير الاتحادية، وأبت الجماهير الاتحادية وخصوصا رابطة جمهور نادي الاتحاد إلا أن تحتفل بقنوات أبو ظبي سبورت في عودتها للكرة السعودية. أكيد راح نكون معكم في سهرة خاصة مع الجمهور الاتحادي وفي العديد من اللقاءات مع الجمهور الاتحادي وعدد من الحضور في هذا المساء. سينضم إلينا لاحقا ناصر التميمي من مقر إقامة فريق الاتحاد بفندق الهوليدي إن، وبالتأكيد راح نتواصل معكم ومع المشاهدين وآخر الأخبار اللي راح تكون قبل أن نتحدث عن الأمور الفنية والتهيئة الأخيرة. دعونا نتحدث عن المدينتين اللي تستضيف الفريقين. غدا تدور رحى النهائي في جدة، جدة بوابة مكة وأكبر ميناء بحري على البحر الأحمر، جدة شاطئ البحر، الأم أو الأب، جدة مسجد الشافعي في حارة المظلوم، ومسجد عثمان بن عفان أو الأبنوس، ومساجد الباشا وعكش والمعمار، تاريخ يمتد لآلاف السنين وحاضر يتطلع إلى الغد بخطى واثقة، ناطحات السحاب تمتد إلى السماء تحكي للسحب قصة شعب يسكن التاريخ ويسكنه التاريخ. جدة ليس كل ما فيها الاتحاد، لكنه فرحتها الحاضرة دوما وهتافها الذي لا ينقطع. جدة. مرحبا بكم في جدة، مرحبا بكم في أجمل المدن وأغلاها على قلوبنا، مرحبا بكم في عروس البحر الأحمر. هنا الحياة تختلف عن باقي مدن العالم، جدة هي ساكنة القلوب، أنشودة الحياة. جدة هي في الأصل قصة ببداية رائعة وأحداث تاريخية، هي عروس تزينت بأحلى حليها، هي عروس ابتسامة صباحها يعيش النفوس وشمس غروبها يأسر القلوب. في جدة الجمال ليس مجرد أحرف رتبها الزمان، جدة هي العروس التي نحب، هي تعرف ذلك ونحن كذلك. جدة هي التاريخ الذي نحفظ والأصالة التي نعشق. التاريخ في جدة هو الأصل، والتاريخ في جدة هو بداية القصة. سلوا كل من زارها عن فرحته، سلوا من غادرها عن إحساسه، سيقول ما لم يقل. فجدة ساكنة القلوب وأنشودة أمتعنا بها الزمان. من هنا كانت اللبنة الأولى لبناء صرح عظيم، هنا كتبت صفحات الأولى لنادي الاتحاد، هنا في فندق قريش اجتمع القدامى وفتحوا أبواب المستقبل، هنا في مدرسة الفلاح كانت مناهل العلم والتعليم. كل زاوية في هذا المكان تحاكي الزمن، وكل لبنة هنا نقشت فيها الذاكرة.
في جدة الاتحاد ليس بفريق، هو هوية وذهب خالص، هو حب كل يوم يزيد، حب يسري من الوريد إلى الوريد. حب الاتحاد هو بمثابة هوس بلا حدود، هوس ضارب في التاريخ. فجدة توأم الروح وعروس بسرها لا تبوح. جدة عروس البحر الأحمر. نذهب إلى المنطقة أو المدينة الثانية. يبقى النادي الفيصلي نتاجا مهما لجهود رجال وشباب مدينة حرمة على مر التاريخ. حرمة الثراء في الأدب وفي الرياضة وفي الثقافة، حرمة الجمال والسحر والربيع الذي يأتيها كما لا يأتي غيرها، يختال في البصيرة وفي النظيم وفي روضة بناء وفي القليب والدشاش. حرمة قصائد الشعر التي تتغزل فيها وتختلط بأهات الجماهير المرابطة دوما خلف فريقها. الذكريات التي تتزاحم في الخاطر كالصور تشع مضيئة على الجبين، ورباها التي تهدئ النفس عطرا. ذكي النسمات الفيصلي وحرمة، التاريخ والحاضر، مسيرة الهتاف والانتصارات التي تسلم الراية من جيل إلى جيل. يفوز الفيصلي فتتلون حرمة بألوان الربيع التي اعتادتها. حرمة المدينة التي أسرتنا. يا هلا باللي لهم في المجد كلمة. مدينة حرمة أو سحر التاريخ وجمال الطبيعة في ذات الجسد. هنا التاريخ يقف شاهدا على أحداث دونتها الكتب قبل الألسن وحفظتها العقول قبل الحروف. هنا حرمة مدينة شامخة أبية، يعود تاريخ إنشائها لقرابة عام 770 هجرية. حدد المؤرخون القدامى موقع حرمة فذكروا أنها كانت آخر حدود سدير من الناحية الشمالية، وكذلك آخر حدود اليمامة. هي في شمالها أيقونة وفي سحرها عنوان. هنا في حرمة أماكن تستهوي الناظرين وطبيعة خلابة تسر الزائرين. مبانيها القديمة تتميز بطرازها العمراني الجذاب، طراز شيده الآباء والأجداد ليظهر فيه فن البناء والتصميم. من هنا تقف شاهدا متى زرت حرمة على جمال آخر. تقف وأنت شاهد على تاريخ لم يمسه سوء، بل ظل عتيا شاهدا على عصور سابقة وعصر حاضر. لصرت قاري الشجاع والكرم للناس نعمة، صولة للحق تخزم كل ضاري، فالسما نجمه. من هنا من مدينة حرمة كان الفيصلي، كان العنابي. حرمة اليوم تنتظر عودة فارسها وهو يحمل كأس البطولة. اليوم لم يعد للطموح حد، ولوحة الشرف تنتظر أن يدون فيها الفيصلي ربما بطولة أغلى الكؤوس في العام 2018. فالمستحيل في كرة القدم استحال وجوده، وجماهير الفيصلي قد يشربون من نبع الكأس لأول مرة ليدون التاريخ تاريخا جديدا للمدينة، وهي مزهوة بفرحة عنابية تبدأ في جدة وتنتهي في حرمة الجميلة. راح نبدأ الحديث بالتأكيد، لكن أذهب إلى فندق الدار البيضاء مقر إقامة الفيصلي مع وائل القحطاني. والجديد لديك وائل، تفضل.
شكرا لك زميلي يعقوب السعدي، تحية لك ولضيوفك الكرام. بالتأكيد متواصلين لتغطية قنوات أبو ظبي الرياضية هنا في الدار البيضاء مقر إقامة نادي الفيصلي. نستغل تواجد الكابتن محمد سالم لاعب نادي الشباب حاليا، وقد لعب للفيصلي وللاتحاد طرفاء النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين. أحييك كابتن محمد. اليوم الفيصلي اللي لعب محمد سالم له، وأيضا محمد سالم لعب الاتحاد. محمد سالم وينه في مباراة الغد للفيصلي وللاتحاد؟ والله شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني زي ما انت ذكرت انا لعبت للفريقين، لكن كل الاحترام للناديين ورجالات هذه الناديين. والامانه يعني انا بكره يعني بستمتع في المباراه للامانه، يعني ما راح اشجع اي احد، راح اكون يعني متفرج اتفرج استمتع بالكوره، واللي يفوز نقول له مبروك ويستاهل. يعني نعرف ان محمد ابو سبعان ما شاء الله، يعني يمكن خلينا نقول صديق مقرب لمحمد سالم. اليوم محمد ابو سبعان مع الفيصلي، كلكم لعبتوا للاتحاد، يعني ممكن انك يعني تتحمس مع صديقك محمد ابو سبعان ولا تتحمس مع نادي الاتحاد؟ والله للامانه انا عندي صداقات في فريقين، يعني في نادي الاتحاد وفي نادي الفيصلي. فالامانه يعني ما راح اشجع اي احد، يعني انا اشوف انه الوصول للنهائي هذا هو انتصار بحد ذاته لكل الفريقين، انه يسلموا على مولاي خادم الحرمين الشريفين، واللي يفوز نقول له ألف ألف مبروك، والخسران هارد لك ويعوضها في الجيات بإذن الله. طيب محمد، أنت اليوم تواجدت في مقر نادي الفيصلي، رحت للشباب في نادي الاتحاد؟ أي رحت أمس، كنت عندهم لعيبة، كانوا هم معسكرين من أمس يعني، وتواجدت عندهم، في لي عندي يعني أصدقاء هناك، ورحت تواجدت سلمت عليهم نفس الحالة اليوم، وكلهم عينين في راس وأخوان يعني. محمد خلينا نستغل لك انت كلاعب، يعني بكره لاعبي الفيصلي، خلينا نتكلم عن لاعبي الفيصلي، اول مره يخوضون نهائي خادم الحرمين الشريفين، يعني الانظار كلهم يقول فنيا متقاربه ما بين الاتحاد اللي لها مشاكل وعثرات في هذا الموسم، والفيصلي يقدم مستويات جيده. زي ما ذكرت ما شاء الله تبارك الله، الفيصلي الموسم هذا موسم غير، يعني الحصان الأسود في الدوري أو في الكاس، يعني مقدم مستويات مرة إيجابية، وعندهم إدارة فنية جيدة وإدارة ممتازة، قدروا بمجهودهم بتكاتف الجميع أن يوصلوا لهذا النهائي. لكن الاتحاد هذا مو مستغرب عليه أن يوصل النهائي، يعني نادي كبير ومعروف ببطولاته ودائما ما يكون موجود في البطولات. فالاثنين أنا أشوف وجهة نظري أنهم يستاهلوا يعني أنهم يوصلوا المباراة النهائية، وان شاء الله باذن الله نحن كجمهور نستمتع في المباراه. توقع محمد سالم، انا اني بحرجك ذا السؤال، بس توقع محمد سالم الشخصي اتحاد ولا فيصلي؟ والله زي ما قلت لك مباراه الكوس صعب تتوقع، يعني فيها مفاجات، فيها كل شيء، يعني للامانه يعني انا لحد اليوم والله ما ادري مين بيفوز، يعني ما جالس اتخيل انه الاتحاد يفوز او الفيصلي، احس انه كل شيء يعني متساوي بينهم، الفرص متساويه. الاتحاد ممكن عشان الجمهور وفي ملعبه كذا ممكن تكون كفته مرجحه قليلا، لكن اتمنى للفريقين التوفيق وبس. انت بكل الحالتين فرحان؟ اي اكيد يا حبيبي. شكرا لك. شكرا. شكرا للكابتن محمد سالم لاعب نادي الشباب حاليا، والذي لعب للفيصلي والاتحاد. اعود بالصوت والصوره لزميلي يعقوب السعدي. يعقوب تفضل. شكرا لك الكلمة. شكرا لك يا وائل. اذهب الى فهد المالكي في جده القديمه، واتصور فهد مع اشهر مدير كره مر على نادي الاتحاد وصاحب كاريزما مميز الأستاذ مدني رحيمي. تفضل فهد. شكرا أبو نواف، كل تأكيد سعيدين في هذه الاحتفالية أن نشوف الدكتور مدني رحيمي عضو شرف نادي الاتحاد. رحب فيك دكتور، في البداية طمنا عن صحتك، كيف أمورك؟ الحمد لله على كل حال، صحة طيبة والحمد لله. نتكلم عن كل تأكيد نهائي أغلى الكوس في المملكة العربية السعودية، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالاتحاد والفيصلي، كيف هي قراءتك دكتور؟ أولا نبارك لنادي الاتحاد ونادي الفيصلي لوصولهم لهذه النهائي، وبالنسبة للفيصلي كأول مرة، أولا فريق محترم يلعب كرة حديثة قوية، خطوطه عنده لعيبة جيدين، يعني فريق محترم 100%. لعيبة الاتحاد لازم يحترموا هذا الفريق، ويعتقدوا أنه هم إذا احترموا الفريق اللي أمامك، وأي فريق تحترموا أمامك ممكن تلعب مباراة أحسن وأفضل، غير لما تقول أنه الفريق هذا أقل مني وأنا ممكن أغلبه، ولا هذا أكبر غلط. الغلط أنه المباراة زي دي 50-50%، فتعتمد على اللياقة العالية وعلى تنفيذ الخطة الفنية والتكتيكية للمدرب طالبها منهم، فإن شاء الله نتمناها يعني كاتحاد، نتمنى الاتحاد، ولكن هي مباراة
يعني شرف كبير للاتحاد والفيصلي أن يسلموا على خادم الحرمين الشريفين. دكتور، يمكن الناس يعني تقول أن ظروف الاتحاد في هذا الموسم غير جيدة وظروف صعبة جدا، أنت من خلال تاريخك الكبير مع نادي الاتحاد كيف شايف الظروف، وهل هي مواتية أنه ممكن يقدم نفس الاتحاد في هذه المواجهة، خصوصا أنها مواجهة قد تعيد الاتحاد مرة أخرى إلى الواجهة؟ الاتحاد كل ما يكون عنده يعني مشاكل وعنده كل ما يعني يكون قاقرب للبطولة أو البطولة تجي. السنة اللي فاتت نفس الطريقة، لم يسجل، ممنوع من التسجيل، استطاع أن يكون بطل ولي العهد، والسنة دي وصل للنهائي، وصل عنده مدرب جيد، عنده لعيبة الموجودين جيدين، وهذا لعيبة في السعوديين كويسين، فالمباراة العطاء. أيضا اللي بيفوز نادي الاتحاد بجانب اللعيبة والجمهور، جمهور الاتحاد هو اللاعب الحقيقي الذي بيعطي طاقة لعيبة نادي الاتحاد من ناحية القتالية ومن ناحية يعني شأن الفوز. فنحن نعرف منذ زمن طويل والاتحاد جمهوره، الاتحاد يلعب مع جمهور، الجمهور اللي لعب الاتحاد والجمهور واللي يرعب الآخرين، يرعب الفرق اللي أمام، وكانت كل الفرق تحب تلعب أمام الاتحاد اللي تتمتع بجمهور من الملعب. فجمهور الاتحاد هو الحقيقة أو البطولة الحقيقة تأتي عن طريق لعيبتك ثم جمهورك، أو جمهورك ثم لعيبتك. وأتوقع إحنا نتمناها اتحادية، لكن لو فاز الفيصل فهنقول له ألف مبروك، وهذه رياضة تجمع ولا تفرق. شكرا لك دكتور. العفو. شكرا للدكتور مدني رحيمي، وبكل تأكيد الكبير الاتحادي اللي موجود معنا في هذه الاحتفالية التي تقيمها رابطة جمهور نادي الاتحاد بمناسبة عودة قنوات أبوظبي الرياضية لنقل الكرة السعودية. أكيد أبو نواف راح نكون معكم في العديد من اللقاءات مع الجماهير والحضور أيضا في هذه الاحتفالية. عودة لك أبو نواف، تفضل. فهذا احنا نبى الأجواء بعد، يعني أجواء الجمهور والرابطة اللي وراك، يعني يعني بعد شوي برجع لك. جايكم الخير إن شاء الله. أكيد. أوكي. جاهزين لمفاجآت الجمهور الاتحاد. زين. شكرا لك يا فهد. رياض، راح نتكلم بالتأكيد عن تفاصيل الفريقين والأجواء وكيف وصل الفريقان إلى المباراة النهائية، لكن خلاص الموعد غدا أقل من 24 ساعة. كيف ترى المواجهة؟ الاتحاد يتسلح بالأرض والجمهور، والفيصلي بالأفضلية والطموح. والرهان هو للفيصلي في هذه في الكأس الغالي. أعتقد هذا الكلام كله نظري، يعني مش إنه ما في شيء، يعني الأرض والجمهور معروف إن ترى في جدة وجمهور الاتحاد راح يكون جمهور طاغي في المباراة. ما قلت شيء جديد، يعني الحين بقول لك الشيء الجديد اللي أنت تبيه. الاتحاد هذا الموسم يعتبره الأسوأ، أسوأ موسم له في تاريخ في بطولة الدوري، والسبب يعود إلى المشاكل المتراكمة يعقوب خلال السنوات على مستوى الأمور الفنية وعلى المستوى الأمور الإدارية والمالية. أعتقد أن عانى كثير الاتحاد هذا الموسم، ما قدر يسجل خلال السنة، لم يسجل ثلاث الفترات أي لاعب أجانب، مما أضعف فريق الاتحاد. وأعتقد أن الاتحاد أسوأ موسم له. إذا جيت أنت تواجه الاتحاد والفيصلي، هناك فارق كبير بين الفيصلي هذا الموسم وبين الاتحاد، بلا شك أن يعني أنت الأسوأ واصل نهائي كاس. أكيد أنت ما تحترمه كذا الآن. لا اليوم، يعني ما احترم اليوم، اليوم فريق أسوأ يوصل نهائي كاس. احنا نتكلم عن عمل هذا الموسم، عمل هذا الموسم منه الأفضل. إذا كان أسوأ وصل أنت قاعد تمدحه ولا تذمه؟ خلينا نكون لوصوله أصلا، الوصول إلى الكاس كأنك تذم حتى المسابقة. لا لا يعني كأنه ما فيها فرق، يعني لا لا حتى وصول الاتحاد إلى الكاس، الجميع يعرف أنه هو طريقة كان سهل. الطريق اللي وصل فيه الاتحاد لاقى الكوكب، لاقى الاتفاق، لاقى الشباب. كم سهل الشباب والاتفاق، عكس الفريق الفيصلي اللي لاقى الاهلي افضل فرق. هل اليوم الشباب افضل فرق؟ فاز عليه 6.
هل اليوم الاتفاق افضل بس افضل من الترتيب؟ الاتفاق والشباب احسن من الاتحاد في الترتيب. اليوم بالترتيب تاخذ اقل. اليوم الافضليه، لما انا اقول الافضليه للفيصلي ليش؟ يعقوب التقم. لا ما عليك، لا 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 تعفد. لا ما بحفد، ترى سالك سؤال ورد عليك. انا الحين صار انت قالك انت شو قال؟ قلت له انت قلت له الشباب فريق سيء صح؟ لا. عشان سهل هو الاقل. اقل في ايش؟ في شو اسمه في مباراه الكاوس، مباراه الكؤوس انت تتكلم، انا اتكلم لك على المواجهات الفيصلي. انا بقول لك انا بقول لك لا تاخذني في الكلام، انت قارنت الاتحاد والفيصلي طريقتك انه بالنسبه لترتيب الدوري صح؟ لا مش مو بس ترتيب الدوري، انما اللقاء المواجهات، من تفوق؟ الفيصلي تفوق في الدوري 2-1 في الدور الاول و3-3 في الدور الثاني. اذا على مستوى الاداء، على مستوى الترتيب، على مستوى الحضور، على مستوى جوده المدربين، كل شيء انا بكمل سهل. على مستوى جوده الفريق سهل يا رياض وفي الشباب واتفاق قدامه، ترى مباراة حتى مباراة الكوكب كمان هو فريق درجة أولى. اي بس الطريق أسهل من أفضل كثير يا رجل. لا أسهل ترى الاتفاق الرابع في الدوري على فكرة. اللي أنا أدري أن الرابع أحسن من الفيصلي. اليوم احنا خلينا نتكلم عن أحسن من الفيصلي في الترتيب. خلينا نتكلم عن الفيصلي ونتكلم عن لا، لما تيجي تتكلم عن الفيصلي في الدوري أنت عارف أنه نافس لآخر خمس جولات إلى المركز الثالث، لكن ترك المباريات الخمسة. والاتفاق أفضل فريق، الاتفاق أفضل فريق في الدور الثاني. كان هو فارس الرهان في الدوري ويمتلك الحضور المميز على مستوى المدرب، على مستوى الأجانب. أفضل فريق في الدور الثاني، أفضل فريق في الدور الثاني فريق الاتفاق اللي قفز من المركز 11 إلى المركز الرابع. اليوم لا، الفريق الوحيد اليوم احنا نتكلم من هو الأفضل، الاتحاد ولا الفيصلي؟ أفضل في شو؟ أفضل في تكلمت مشكلة مو كذا. هذا قلت لك يعقوب على مستوى الأداء، رياض على مستوى النتائج. لحظة حمد بيتدخل، معلش، على مستوى الترتيب، على مستوى جودة المدربين. احنا نتكلم عن مسابقة ثانية ترى. لا لا ما نتكلم عن الدوري. اي نعم انا اتكلم عن مباراة نهائية ما لها مقاييس. بالعكس اليوم الأفضلية هي المقاييس. معليش بس ما اني اقول الأسوأ ويجي واحد، لو يجي واحد الآن من برا اللي قاعد يتابعنا يقول يا أخي أنت تتكلم عن فريق سيء وصل الكاس مو بحلوة. أنت ما في شيء حلو ولا ما يعني في شيء. إذا كان الاتحاد في كل ظروفه، خليك كمل خليك إذا كان الاتحاد في كل ظروفه ويوصل النهائي ويجيب الكاس فهذه برافو عليه. العام وصل، العام وصل، خذ كاس ولي العهد العام. اليوم هو الأسوأ. أنا قلت لك الأسوأ في التاريخ على مستوى الأداء، على مستوى العمل. هل أنت مقتنع بالعمل اللي يقوم اللي صار حق الفريق؟ متى يعني انتشى بعد ما دعمه الأمير تركي آل شيخ؟ هي المرحله اللي جاء. يا رياض يا رياض عشان ما تلخبط الاوراق، الفريق الاتحاد ما في لخبط. في لو في الكفف متساويه ما بينه وما بين الفيصلي اتفق مع كلامك صح ولا لا؟ لا. اي فريق كمستوى وكأداء، معلش، اي فريق اي فريق في الدوري السعودي في الدور الثاني افضل من الاتحاد. ليش؟ لان الاتحاد ممنوع منعا من التسجيل، فاي فريق في الكفه العدديه افضل منه في عدد المحترفين، في عدد زياده 7 لاعبين محترفين، الاتحاد عنده 4 لاعبين فقط. الفيصلي قد يكون له الافضليه الفنيه صحيح، لكن لو كانت الكفه متساويه في عدد اللاعبين المحترفين ما كان هذا التفوق ولا كان هذا الوضع للاتحاد. اذا احنا لما نتكلم اذا الظروف فرضت، لا الظروف فرضت، نعم الظروف فرضت، مش الظروف، الوضع الاتحاد هو اللي ودى نفسه، وانت عارف، وانت ايضا اتحادي، وانت عارف على مدار السنوات كلها ماذا حدث للاتحاد ولين وصل ثاني. هذا الاتحاد الى هذا الموقف. يا رياض هذا موضوع ثاني، لكن اتكلم عن المقارنه الفنيه. المقارنه لانه ما في كفه متوازيه، ما في كفه متوازيه عشان تقول لي اذا افضل ولا ما افضل. انا فريق اليوم الفيصل او غير الفيصل، اي فريق المفترض يكون افضل من الاتحاد، حتى اللي ما بعد الاتحاد في الترتيب، لكن الاتحاد ما عنده 7 لاعبين. يا اذا لما انا اقول انه هو يملك افضليه وهو صاحب الرهان في الكاس فهذا راي شخصي، وهو ما اتكلم على رايك، ما اتكلم وهو يملك افضليه، ما اتكلم على رايك. بس في هالمناسبات يعني نعتقد على الرغم من يعني افضليه الفيصلي في الموسم خصوصا في بطوله الدوري، الا ان مباراه مثل هذه ما تحتاج فقط امكانيات فنيه، تحتاج الى شخصيه فريق، تحتاج الى تاريخ، تحتاج الى خبره تعامل مع النهائيات ومثل هذه الظروف، تحتاج الى خبره في التعامل مع الجمهور، مع الحدث نفسه. الموضوع مو موضوع فني فقط، يعني ربما رهبه
المباراة تفقد الفيصلي الكثير من مقومات القوة والإمكانيات الفنية اللي يمتلكها. الجانب النفسي، لكن اليوم في جانب فني هو الأهم. اليوم نسبة الجانب الفني أهم من الجانب البدني. أنت راح تشوف بكرة، راح تشوف بكرة أن حتى الجوانب الفنية. لا أنا بسأل حمد، في مثل هذه المباريات النهائية الجوانب النفسية لها دور ولا لا؟ واجد، لأن شوف يعقوب، حتى لو شفنا على مستوى المباراة، مباراة شهر فترة توقف للفريقين مو بحلوة لهم اثنينهم. صحيح. يعني لاحظ الشهر هذا سبب أزمة لنادي الفيصلي اللي أول مرة تحدثنا عنها أمس. فترة الشهر هذه طويلة مملة حتى بالنسبة للمدرب، لأن نهاية موسم طويل، يبون يلعبون المباراة. تصور لو لعبوا في 12 الشهر الماضي وبعدها مباراة النهائي، راح لاحظ حتى وجود الفيصلي والاتحاد في الحدث موجودين، لكن بعد الحدث الثلاث أيام اختفوا لأن المباراة بعيدة. فوجود الحدث الإعلامي بعيد، وجود الحدث الفني بعيد، اللاعبين أغلبهم يعني بيقول لك شهر أتمرن بيطفش. إحنا كان صادتنا هذه الأزمة 1421، الاتحاد كان معاه، إحنا بنلعب كاس نهائي، إحنا جلسنا شهر عنده في المربع، كان بنظر الاتحاد كان يلعب مباريات. لما جينا خلال الشهر هذا طفشنا، بعض اللاعبين من الملل يدعي انه مصاب عشان يقعد يريح يومين. يعتمد على التحضير، تحضير المدرب وحضور المدرب. في فرق، احنا مش فرق اوروبيه ننقص على روحنا، احنا لاعبين نتمرن ساعتين ونمل. خلني بس هذا امر ثاني. احنا نتكلم عن نواحي عمليه في كره القدم. اليوم لما مدرب اثنين ما عليه رياض، بقول لك بس انا ما احب المثال دائما اوروبا، ما في محترفين. انا ما اتكلم عن اوروبا، احنا لعبتنا ساعتين يطفشون. انا الحين اعلمك، ترى هو يتكلم كله كلام نظري، ما يقول لي على الواقع. انا اكلمك الان، انا ليش اقول لك تجربه؟ بعدين جينا مباراه الاتحاد، الاتحاد كان يلعب مباريات، احنا ما لقينا حتى مباراه وديه، فجينا بسهوله فاز الاتحاد 3-1 وخذ كاس ولي العهد. الزين في الفريقين اثنينهم نفس الظروف، نفس الظروف اثنينهم، لكن تكلم عن الخبره ولا الشخصيه وكذا. الشخصيه هذه افتقدها، ولدت الفتره هذه مشكله للفيصلي اللي هي تكلم لك عنها. اضف الى ذلك لو حتكلم عن الشيء البيولوجي، اليوم يتكلم المراسل انهم اعطانا جدولهم، الجدول هذا المفروض ما يجي متغير في يوم وليله، لازم يكون لك مستمر معاك. حمد انا استغرب عليك، حمد انا استغرب عليك، ليش؟ انت لاعب زين، اليوم نوعيه اللاعبين تفرق، منه الاجانب الافضل؟ عطني منه الاجانب الافضل. الفيصلي يتفوق كاجانب من وين؟ على مستوى اللاعبين المحليين بلا شك، يمكن هذه الوحيده اللي هم كفتهم متساويه، يعني ما عندهم لاعبين دوليين كثير زين، لكن اليوم من يصنع الفارق في الدوري السعودي هم الاجانب، وكفاءه الاجانب اكثر، وجوده المدربين يفرق بين يعقوب افضل مدرب في الدوري في فريق الفيصلي، ويفرق بين مدرب الاتحاد اللي غير مقنع حتى الان في عمله. اعتقد هو يتفق معي، تتفق في هذه الناحيه ولا ما تتفق؟ مو كثير اتفق، قلت لك انا مدرب الى الان سيارة. فهذه الاشياء اللي تصنع الفارق هي نوعيه اللاعبين، الجوده. تكلمني عن فتره ومسافه. انا اول مره اشوف فريق سيء وفريق عنده ظروف. انا قلت الاسوء في التاريخ، ومدربه غير سيء ويوصل نهائي. أصدقك ولا صدق عيوني؟ أنت حمد أنا أستغرب عليك. صدقه الكؤوس حمد، الكؤوس معروف للوصول، للوصول الفرق السيء. لا مش الفريق الأفضل، القرعة تخدمك، الظروف تخدمك، اليوم الأفضل في الدوري. أنا كل مؤشراتي ومقاييسي، إذا على مقاييسك ما لها مكان، ما لها مكان. إذا أنت تقول مو بالضرورة الأفضل يوصل، معناته مو بالضرورة القياس يكون على جودة الفريق، وعلى نوعية اللاعبين وعلى الأمور الفنية. يا رياض أنت تقول أنه مش بالضرورة الفريق الأفضل يوصل للنهائي. لا على حسب الجدول، على حسب الجدول. إيه المنافسين أقل، يعني معناته بالضرورة الأفضل بعد يفوز. خلينا نقول مقياس الدوري اللي هو يقول عليه، صحيح الاتحاد لظروف الخاصة، لكن لما الاتحاد نبدأ الكوكب سبع فريق درجة أولى، يلعب مع الاتفاق ويلعب مع الشباب ويلعب مع الباطن. أيوة حلو. طيب لحظة بس، أنا أكلمك لما تكون أنا ألعب مع فريق في كأس هو كفته أفضل مني عدديا في عدد المحترفين، لاحظ
ترى الشباب متفوق عليه في عدد المحترفين، الباطن متفوق عليه، الاتفاق متفوق عليه. انت على الكم ولا على النوع؟ طب لحظة، هناك كثير من الانديه ما عندها نوع. لا لحظة، عندها كم لكن ما عندها نوع. بس انا اقول لك، انا اقول لك في مباريات المقياس اللي يصنع الفارق، الفارق ما يقدر يصنع الاتحاد وليس الكم. الاتحاد لا يستطيع ان يصنع فارق في الدوري في ظل هذه الظروف لما تكون الكفه متوازيه. لما عشان اوريك ان قدره تميز الاتحاد ويحسب له الوصول الى النهائي لا تقلل من الوصول الى النهائي لفريق الاتحاد عشان افضليه الفيصل. لا انا قلت الأسوأ. لا انت قلت ما لا قلت المدرب ما يستاهل والفريق ما يستاهل وكلهم ما يستاهلون يوصلوا للنهائي مقارنه بنتائج الدوري. طيب في الكاس واجه فرق افضل منه عدديا وافضل منه في الترتيب ها وافضل منه عناصر حتى كمان سواء محليه او اجانب ومع ذلك تخطى الاتفاق والشباب والباطن لكن وترتيبه افضل منه في الدوري. هو ترتيبه افضل المعادلة منه لكن المستويات متقاربه. اليوم الشباب هل الشباب هو من افضل فرق؟ انا اتكلم من افضل الفريق. اتركنا من الأسوأ، من افضل فريق في نظرك في الدوري السعودي؟ بلا شك الاهلي والهلال. ممتاز، كم فازوا على الاتحاد في الدوري اللي هو الأسوأ؟ كم فازوا؟ اي كم؟ انا ما عندي الجدول. شلون ما عندك الجدول؟ ليش تتكلم اذا ما عندك؟ طول السنه هني ليش تتكلم اذا ما عندك؟ لا كيف ما عندك؟ لا تتكلم اذا ما عندك. شوف اذا ما عندك معلومه اعرف نتائج الفيصل واعرف نتائج الافضل. اسمح لي اسمع. اي تتناقش انا اتكلم لك حمد. انا اتكلم، انا سالتك سؤال ما جاوبت. تسالني عن مباراه ايوه انا انت شوف تعال يكون انا شو اسمه انا سالتك عن الافضل لاني ابغى اقارنك كم فاز وما عجزت تجاوب على ايش. مش مقياس انا اليوم تعال حلل لي. بقول لك شيء مو مقياس. اي نعم المقاييس على اي اذا انت ما تعرف النتائج. معلي معلي يعقوب كلام حمد. اذا انت ما تعرف النتائج كيف حكمت ان هذا أسوأ؟ وهذا أسوأ. لا يعقوب انت نتيجه الهلال يسالني عن نتيجه الهلال. ايه معلت مع الأسوأ اللي إيه قال لك مع الأسوأ. ايه إيه كم فاز انت تقول أسوأ اليوم؟ كم فاز على اليوم؟ اليوم 14 فريق يعقوب وانا بحث. ما سالتك 14، سالتك عن واحد الافضل. ما سالك 14، سالتك على الافضل الاهلي والاتحاد الهلال. كم فازوا على الأسوأ في نظرك؟ انا بقول لك انا ما كنت متابع لهذه المباراه. متابع قال قاعد تتكلم من الصباح الحين. انا حل مباراه الفيصلي ويا شو اسمه جو جبت نتائج الفيصلي وعن انا زعلت نتائج الفيصلي. انت الحين انا لما اقول لك الافضل في الاجانب كلمني في الافضل في الاجانب. الافضل في الاداء افضل في الاداء. انت تقول لي نتيجه المباراه. هل انا احصائي؟ سؤال انا بس انا كلامي ولا احصائي؟ بسحب كلامي. لا اسحب كلمه الأسوأ على الاتحاد. اسحب كلمه الأسوأ على الاتحاد. الأسوأ في التاريخ كأداء هذا هاي واقع اليوم. هل انت تبي تجمل وضع الاتحاد؟ مو انا جامله وصل النهائي. انت تبي خل وصول النهائي. شو انا اخليه بكره ياخذ كاس تقول لي اخليه؟ انا اقول لك عمل. اذا انت اليوم العمل السيء خلال 3 سنوات في الاتحاد والديون التراكميه والوضع السيء الاداري. انزين منطق ثاني، منطق ثاني فوز. خلاص منطق ثاني. هذه الفريق الافضل الهلال والاهلي اللي انت عدلتهم الافضل. اسمح لي هاد ما اشوفهم اليوم يلعبون النهائي. تكذب نفسك الان. كيف حمد انت تتكلم؟ ما ادري. انت رد على نفسك الان لا ترد علي انا. انت اليوم حمد لم انت صاحب خبره ولاعب. ما عليك لا تمدحني. عطني الزبده. لا المنطق الكروي يجب ان يكون وين الافضل؟ ما وصلوا الافضل اليوم. هل تعتقد ان الكؤوس يصل فيها الافضل؟ هي من المفروض انه يصل الافضل. ايش حق انا اصير افضل؟ اذا ظروف المباراه خرج الهلال، ظروف المباراة خرج، هذا أمر طبيعي في كرة القدم. أذهب زي ما عليك بنرجع النقاش حلو. لحظة تدري اللي خرج الهلال اللي هو عندك الأفضل؟ ما تدري. إذا قلت ما تدري أنا مو أنا يعقوب ولا بجاوب عن مباريات ثانية. تري ليش؟ أنا اليوم أنا هو خلي جاوبني عن الشسمة. أنت ما جاوبت أصلا على أي سؤال. هو جاوبك على كل الأسئلة. سؤال ما ولا سؤال جاوبت عليه. عطني زمن طلع الهلال. يا حمد انت انا مو بقاعد هنا ولا بجاوبك. هذه ترى تقول افضل والأسوأ. ترى يسالك اسئله منطقيه. ترى حمد بقول لك حمد يعقوب انا اتكلم عن نوعيه صناعه الفارق. أوكي. جوده مدربين حضور. يتكلمني عن النتائج. لا ما يتكلمني عن النتائج. انا مو مش جاوب لانه مش احصائي. لا مش احصائي. ليش قلت الافضل والأسوأ؟ ترى عشان اقول أسوأ وافضل لازم اكون عارف النتائج الفرق كلها. تسمح اجاوبك على هذا السؤال. المؤشرات والمقاييس عادة الدوري. ما في مؤشرات. لا في نعم. أرقام وفي نتائج. لا في أرقام ونتائج. المقاييس. خلينا في مؤشرات الدوري. ما أنا سألتك سؤال. من اللي طلع الهلال؟ من اللي طلع الهلال؟ تدري مين؟ لا ما بجاوبك حتى لو عارف ما بجاوبك. لأنه هو ما يعرف. جاوب. لا اللي طلع الهلال اللي صاحب المركز
يعني مو الاخير وقبل الاخير او حدود الراي اللي بعد قبله. شو المشكله؟ القادسيه. شو المشكله؟ شو المشكله؟ الافضل يطلع في المركز الزعيم خالد. معقول هذا الكلام انت تقول لي وانت يعني انت حمد نجم غير عادي والهلال والاتحاد والاتحاد اللي وصل النهائي تقول لي الاسوء طبيعي الكؤوس اليوم في اوروبا الكؤوس ياخذ الافضل ياخذ الفرق اللي الاقل طبيعي زين ما عليه بذهب الى جده القديمه مع فهد المالكي هناك مع جمهور الاتحاد تفضل شكرا ابو نواف كل تاكيد المدرج الاتحادي الكبير والهزيج اللي دائما نسمعه ومنتشره في الوطن العربي في الخليج وايضا في السعوديه ومن يقود هذا المدرج صالح القرني يعطيك العافيه رحب فيك عبر ابو ظبي رياضيه ها ايش اخر الاستعدادات تجهيزات مدرج الذهب دائما مستعد ودائما جاهز ودائما باذن الله بوجود جمهور الاتحاد الرمز الاول في هذا النادي دائما بإذن الله تعالى يكون السند الحقيقي لفريق الاتحاد وإن شاء الله بإذن الله تعالى يفرح جمهور الذهب بكرة بإذن الله تعالى صالح بصراحة شو مثل لكم لما الإعلام والنقاد أيضا وكثير من الناس يتكلم بأنه جمهور الاتحاد هو من يقف وراء إنجازات فريق الاتحاد مفخرة كبيرة لكل جمهور الاتحاد إنه النقاد كله بيتكلم عن هذا المدرج بأنه هو المدرج القوي هو المدرج الحاضر دائم هو من يقود كل الانتصارات في كل الألعاب على فكرة بس مش كرة القدم يعني وإن شاء الله بكرة تصير زفة جميلة ونخلي جدة مواكب بإذن الله نسمع منها بعض الشيء اللي بتسوونه بكرة إن شاء الله شباب في قلوبنا عشق نادينا وين ما يروح يلاقينا دايم نجي ما نخلي نهز الملعب لنادينا نهز الملعب لنادينا هولي 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 هذه عادات وفا فينا صوت لاقينا ما يبغي ما يخلي يهز الملعب لنادينا يهز الملعب لنادينا هولي 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 يعطيكم العافية والله أنا تحمست عاد كيف اللاعبين ما شاء الله فرضية الملعب خلينا نشوف الجماعة اللي هنا يعطيك العافية طبعا ما شاء الله جماهير الاتحاد أغلبهم ما شاء الله من المشاهير في المدرجات يعطيك العافية مباراة مهمة أكيد قدام الاتحاد أكيد حصاد أنتم كجمهور يعني إيش راح تقدمون للاعبين الاتحاد في هذه المباراة بسم الله الرحمن الرحيم أكيد إن شاء الله كل اللي عندنا هذا طبعا حصاد السنة كاملة يعني رغم الظروف هذه يعني أي حاجة عندنا هنقدمها طول المباراة ما هنسكت طبعا هنكون شغالين من بداية المباراة لين نهايتها بإذن الله والله ينصرنا إن شاء الله ما شاء الله عليك أنت كثير تحضر مباريات يعني من متى وأنت تحضر للاتحاد والله تقريبا أنا من عام 1415 مع العم صالح أيوه وانت فال خير على الاتحادين قد حققوا بطولات وانت موجود الجمهور فال خير عمرنا ما رحنا الملعب احنا الا متفائلين خير باذن الله الله ها حبيبنا كيف حالك نتكلم عن مباراه اكيد مهمه كيف شايفها والله مباراه ما هي سهله جدا لكن ان شاء الله ان شاء الله مباراه بكره حتثبت للعالم كله ان جمهور الاتحاد حيشيل الفريق باذن الله جده بكره فوق تحت بإذن الله بإذن الله يعطيكم العافية أكيد معنا الكثير من الجماهير الاتحادية اللي موجودة معنا تعال تفضل مباراة أكيد مهمة أمام الفريق الفيصلي تفضل هنا إيش مجهزين أنتم كجمهور للاعبين وأنتم عارفين أنه الجمهور الاتحادي دائما ما يقف وراء إنجازات فريق الاتحاد جمهور الاتحاد دائما هو روح الاتحاد وإن شاء الله بأمر الله أنه نكون في الموعد هزيجنا حماسية نارية تدي الدافع القوي إن شاء الله لعبتنا في أرض الميدان إن شاء الله بأمر الله ولعبتنا إن شاء الله يكونوا في الميدان مع جمهور الاتحاد وإن شاء الله البطولة بأمر الله أنها اتحادية بأمر الله الله يعطيك العافية طبعا أبو نواف كل تأكيد زي ما سمعت وسمع السادة المشاهدين هذه بعض الهزيج اللي راح تكون بكرة حاضرة في نهائي كأس الملك من الجمهور الاتحادي وأكيد لنا عودة أبو نواف كلمة لك تفضل
شكرا لك فهد. أكيد راح نرجع مع القرني وأهازيج الجميلة والمميزة، كم هو رائع هذا الجمهور المدرج الاتحادي اللي نتصور راح يكون له دور كبير في مباراة الغد. هي أغلى الكؤوس، هي أغلى الألقاب، تحمل أروع الأسماء وتقترن بأعز الناس الأب القائد، هي تزدان بأجمل الأسماء ولمن نالها كل الشرف. فرؤية سموه هو لقب يوشح الصدر ويحفظه من نال الشرف. أغلى الألقاب في هذه الكلمات. تعرفون لماذا هي أغلى الكؤوس؟ وتعرفون لماذا هي غالية في عيوننا؟ الأسباب لا تخفى على أحد. هي أغلى الكؤوس لأنها تحمل اسما غالا على قلوبنا وقلوبكم، اسم خادم الحرمين الشريفين. نعم، فكل ما يحمل اسمه هو غالا على قلوبنا، وكل ما يحمل اسمه هو جزء لا يتجزأ منا، فسموه جزء منا. وعشرات الكلمات لن تفي حق راعي الرياضة والرياضيين، وحضوره في أكبر الكؤوس وأغلاها هو شرف يتمناه الكبير والصغير، الفائز والخاسر. ورؤية سموه هو هدف لكل من تأهل للنهائي. ساعات قليلة تفصل أبناء الوطن عن لقاء الوالد، الوالد القائد الملك سلمان بن عبد العزيز. أما السبب الثاني فقيمة الرهان تجعلنا نؤمن أشد الإيمان أن اللقاء سيكون جزءا لا يتجزأ من جمال الساحرة في السعودية، هذه الساحرة التي أسرت قلوب الملايين حتى أصحت جزءا لا يتجزأ من عشق الملايين. يواجه الإيتي فريق الفيصلي الأول من أجل كأس تاسعة لم يتذوقها النمور منذ 2013، وأما الفيصلي فمن أجل الأولى التي يحلم بها الفريق. أما السبب الثالث الذي يجعل من الكأس أغلى الكؤوس هي الجائزة الأكبر، حيث يصل الفائز على المركز الأول فيها على 10 ملايين ريال، وأما صاحب المركز الثاني فيحصل على نصفها. وعلى أجمل ملاعب العالم ملعب الجوهرة يواجه الاتحاد الفيصلي من أجل الظفر بأغلى الكؤوس، فمن سيحظى بشرف التذوق من نبع الكأس الغالية، ومن سيكتفي برؤيتها عن بعد؟ والقلب لا يرى إلا القريب. يوسف حسين، يوم تتكلم عن الأمور النفسية والتهيئة الإدارية، اليوم الفيصلي راح يلعب لأول مرة نهائي في 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 تاريخه، هل هذا نقطة سلبية؟ هل هذا يحتاج إلى عمل مضاعف في مثل هذه الأحداث، خاصة إذا ما علمنا أن المباراة في الجوهرة اتحاد الجمهور الاتحاد راح يكون جمهور طاغي في المباراة؟ هل وضعية الفيصلي راح تكون وضعية صعبة أم الأمور عادية؟ أنا أعتقد الموضوع هذا سلاح ذو حدين، إما أن يستغله الفيصلي بشكل إيجابي ويقاتل وتكون بالنسبة له هذه المباراة حياة أو موت،
ويقدم فيها ما لم يقدمه في الموسم كامل وفي المواسم السابقة، وإما أن يعني رهبة المباراة تطيح بأمال الفيصلي وتعصف بإمكانيات اللاعبين. لأن مثل ما قلت لك يا أبو نواف، أنا أعتقد الجوانب النفسية في مثل هذه المواقف لها دور كبير، ربما يكون أكثر من الجوانب الفنية. ومباراة مثل هذه، وخصوصا أنها في جدة مع هذا العدد الكبير من الجماهير الاتحادية، أنا أعتقد ما راح تكون أبدا مباراة سهلة بالنسبة لفريق الفيصلي. ولكن إذا ما استغلت بالشكل المطلوب، أعتقد أن يعني المباراة 50-50، من الممكن أن الفيصلي أيضا يخطف هذا اللقاء ويفوز ببطولة الكاس. لكن أنا أعتقد وجهة نظري من خلال التاريخ، من خلال الإمكانيات، من خلال الأرض والجمهور، من خلال أهمية الحدث، يعني وجود خادم الحرمين الشريفين، كل هذه العوامل أنا أعتقد أنها صعبة الموقف على الفيصلي. ولكن بيد لاعبين الفيصلي أن يبرهنوا أن بالعكس استغلوا هذه الجوانب كلها لصالحهم وقدموا يقدمون مباراة جيدة ويفوزون بالله. لكن أنا أعتقد حسب اللي أشوفه الأقرب الاتحاد، وخصوصا الاتحاد قدم يمكن موسم ما كان مرضي بالنسبة له، وأعتقد يبغى ينهي الموسم على الأقل ببطولة تمحي هذه الصورة اللي ما شاهدناها للاتحاد من فترة طويلة. أنت تقول الأقرب هو الاتحاد. نعم، أنا أؤمن كثير أبو نواف، وخصوصا في المباريات الفاصلة، بقدرات وإمكانيات وشخصية الفريق وتاريخه، هذه عوامل كلها وكيف يتعامل اللاعب في مثل هذه الظروف. أنا أعتقد الاتحاد مر يعني إذا كانت في أفضلية نسبية، يعني مش الفيصلي الفريق اللي فارق، يعني فارق في الإمكانيات مع الاتحاد في هذا الموسم. هو يملك أفضلية، أنا قلت يملك أفضلية على مستوى أنا قلت أفضلية نسبية يا أبو عبد، هذه هي المقاييس. يعني اليوم العامل رياض الفني رياض يوسف رياض، العامل النفسي، العامل فهمت كلامي ولا ما فهمت؟ فهمت كلامك أكيد. أنا قلت أفضلية نسبية، يعني ما يلعب الاتحاد ويا برشلونة، يلعب الاتحاد مع فريق في الدوري السعودي إمكانياته جيدة، فريق من فرق الوسط، هذا كله. يعني مش فريق مثلا ماخذ البطولة وفارق عن الباقين ب 11 نقطة، فريق في المركز السادس. في المركز السادس طيب. لكن كان في المركز في المركز العاشر. لا لو بتي أنت أفضل فرق مثل ما يتكلم حمد، أفضل فرق الأهلي والهلال طيب. ويأتي بعدهم في الأفضلية في الدوري هو الفيصلي النصر الفيصل. يعني إذا تؤمن أنت بالترتيب في الدوري الفيصلي السادس. أنا أؤمن بالمقاييس في الدوري. هو يحط المقاييس من وين تجيبها؟ لأن من وين تجيب المقاييس؟ المقاييس والمؤشرات. المؤشرات تقيسها أقيسها على مستوى الأداء في المؤشر من جدول الترتيب، وعلى مستوى المقاييس في يا أبو عبد الله في 14 مباراة أبو عبد الله وفي الحضور وفي نوعية اللاعبين وجودة المدربين. لا تتكلم كلام بس أبو عبد الله، المقاييس دائما تكون بالارقام صح؟ نعم، جزء من الارقام. الحين ما عرفنا لك تو نقول لك يعني اذا فريق في المركز الاخير وما عنده ولا نقاط وبس مستواه زين، هو افضل لا فريق؟ زين قال لك ترى بالارقام. انا امامي جدول المسابقه، جدول المسابقه يقول الفيصلي في المركز السادس. الفيصلي في المركز السادس، لكن لما انت تشوف الفيصلي هذا الموسم، الفيصلي كم مباراة شفت؟ الفيصلي تفوق. كم مباراة شفت انت الفيصلي؟ ما شفت ولا مباراة. سلام عليكم. كل دقيقة تسألوني اللي انت شفته. هم جاوبهم لان منطق حمد. انا اليوم لو انا بسأل انا ما اتكلم عن منطق حمد، انا اتكلم عن منطقي انا. اقول لك رياض بروح للفيصلي، بذهب الى الفيصلي عند وائل القحطاني، رغم ان احنا ننتظر ناصر التميمي ايضا من مقر اقامه الاتحاد، للحين ما شفناه، لكن نذهب الى وائل القحطاني. وائل تفضل. شكرا لك زميلي يعقوب السعدي، بالتاكيد متواصلين معكم في تغطيتنا في من مقر اقامه نادي الفيصلي. ينضم الى جانبي الدكتور مدرج اللعبون، عضو مجلس اداره نادي الفيصلي. احييك دكتور. حياك الله. الفيصلي في لحظات تاريخيه يعيشها هذه الايام، لاول مره
في تاريخ نادي الفيصلي يصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كيف تصف لنا هذا الشعور للفيصلاويين ومحبي هذا النادي؟ في البداية الحقيقة أنا سعيد جدا بتواجدي في هذه القناة الرياضية، القناة الرائدة، قناة أبوظبي الرياضية، ولا شك أن هذا اليوم يوم تاريخي بالنسبة للنادي الفيصلي عبر مسيرته في الرياضة السعودية، ونحن الحقيقة كلنا فخر واعتزاز بتمثيل الرياضيين أمام مولاي خادم الحرمين الشريفين. بالتأكيد دكتور، كيف كان الاستعداد النفسي، خلنا نتكلم عن نفسيا، بأن اللاعبين يمكن أول مرة يخوضون نهائي كبير مثل هذا النهائي ويحضروا خادم الحرمين الشريفين، كيف كان الاستعداد النفسي للاعبين؟ طبعا كانت فيه جهود، الحقيقة جهود كبيرة من مجلس الإدارة ومن رئيس النادي الأستاذ فهد، والحقيقة قاموا بعدة جهود ومبادرات لتلافي هذه المدة الطويلة في توقف الفريق، وأيضا بذلوا جهود في الإعداد النفسي لهؤلاء اللاعبين ومحاولة تهيئتهم لهذا اللقاء الكبير. وعدتهم مكافآت؟ أكيد أكبر مكافأة للاعبين هو اللعب أمام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وهذه بحد ذاتها يعني مكافأة كبيرة، وما يأتي فهو إن شاء الله زيادة مكافأة إن شاء الله. ما بعد مكافأتهم بحضور خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه، أنتم كعضو مجلس إدارة بماذا وعدتم اللاعبين؟ الحقيقة يعني الوعد بين ليس وعد، وإنما هو هناك عقود وهناك مكافآت محددة لكل بطولة ولكل إنجاز يحققها الفريق، والآن حنا أمام يعني حدث كبير، ونتمنى إن شاء الله أن يكون الفوز حليفنا بإذن الله، ولكل حادث حديث بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور، حياك الله. مستمرين معكم مشاهدي قنوات الرياضية أبوظبي الرياضية، بالتأكيد فيصل المشاري إعلامي رياضي. فيصل أحييك عبر قنوات أبوظبي الرياضية. فيصل، وأنت قريب من نادي الاتحاد، بالتأكيد هناك يعني تحفظ اليوم حتى في مدرب سيارة متحفظ في كلامه من خلال المؤتمر الصحفي. أول شيء تحية طيبة لك أخ وائل ولكافة الزملاء الموجودين والكباتنا والأساتذة في الاستوديو التحليلي. طبعا شوف الاتحاد تعود هذه السنة أول شيء أنه يغلق التدريبات حتى في المباريات العادية مش بس في المباراة النهائية. التصاريح يمكن من بعد تأهل الفريق للنهائي توقفت تماما على مستوى اللاعبين على مستوى الإدارة، حتى سيارة صار قليل جدا في حديثه. التقيته كذا مرة في مغادرة الفريق كان يرفض الحديث. الأخ حمد الصني رئيس النادي الأيام الماضية كلها كان في صمت. طبيعي أنه سيارة طبعا أنه أول شيء أنا حقيقة عجبني أنه كان محترم فريق الفيصلي، وفريق الفيصلي أيضا المدربة كان محترم فريق الاتحاد. يمكن كان في جزئية بسيطة لما قال 11 لاعب بعيدا عن الجماهير شوي، جمهور نادي الاتحاد أخذها بحساسية، لكن طبيعي يعني. طبعا احنا يعني بكره موعدين ككل عام بلقاء القياده الرياضيه بوجود سيدي يعني خادم الحرمين الشريفين، بوجود القياده الرياضيه، بوجود الجمهور الكبير، بوجود الكرنفال اللي راح يصير، يعني شاهدنا قبل شوي تسريبات من ملعب الجوهر عن احتفاليه كبيره راح تصير بكره. أنا بتحدث عن جزئية إنه الناس راحت مع نادي الفيصلي في الأزمة المالية اللي يعاني منها واضراب اللعيبة عن التدريبات ومش عارف إيه. أنا أعتقد هذه المشكلة إذا بدأت المباراة و90 دقيقة ما راح تكون موجودة تماماً، ونادي الاتحاد مش أفضل بكثير من نادي الفيصلي، إذا هم لهم 3 شهور نادي الاتحاد له 10 شهور، الإدارة ما هي قاعدة تعمل في جو مثالي، بالعكس أنا أعتقد إنه الأخ حمد الصنيع قاعد يعمل في ضغط شديد. حمد يمكن إلى اليوم أو أمس قاعد يحاول إنه يدبر مكافأة مباراة الباطن التأهل النهائي سنة اللعيبة من غير رواتب، لكن لعيبة الاتحاد من بداية الموسم وإلى الآن هم مصرين أنهم يحققوا البطولة. كان اليوم في نقاشات وأمس في نقاشات عن المكافآت أجرت إلى ما بعد البطولة. السيد نواف المقيري رئيس النادي المقبل تواجد اليوم في التمارين، وعد اللاعبين ب 200 ألف مبلغ كبير جدا، يعني في ظل أنك أنت ما تأخذ رواتب سنة ويجيك وعد ب 200 ألف، 150 ألف من الإدارة، 50 ألف مباراة الباطن، تتكلم عن 400 ألف، أعتقد حافز كبير جدا للاعبين نادي الاتحاد أنهم يحققوا البطولة. الحافز موجود أيضا عند الفيصلي، فريق محترم. واحد من اللاعبين الفيصلي كان يقول الاتحادية شوية يعني مستهترين في الفيصلي، قلت له لا بالعكس، في كامل الاحترام شفت على مستوى الإعلامي على مستوى اللاعبين حتى لما نتحدث معهم حتى على مستوى جمهور نادي الاتحاد، لأنه مشكلة لما تدخل المباراة وأنت مرشح بشكل كبير أعتقد تكون نتيجتها سلبية. المباراة في الملعب بين الفريقين تستنى عن توقع الشخصي، أنا أتوقع أنه
الاتحاد حيكون بطل كاس الملك بعيدا عن افضلية العضو الجمهور. نادي الاتحاد السنة هذه كان في ضغط عالي من الجمهور عليه، ما كسب على ارضه يمكن لمبارتين، فكل الظروف مهيئة للفريقين، يعني كل الظروف مهيئة للفريقين، لكن نتمنى ان احنا نشوف مباراة كبيرة احتفالية كبيرة. ما بعد المباراة الاحتفالية راح تزدان طبعا اذا فاز الاتحاد بحكم تواجد الجمهور والمباراة في جدة وهو النادي الاكثر جماهيريا. يعطيك العافية. شكرا للاعلامي الرياضي فيصل المشاري. بالتاكيد رجالات المجمع واعضاء مجلس الاداره لم يتركوا للجماهير يعني اي عذر، قد سيروا باصات من المجمع الى جده لمسانده نادي الفيصلي. باذن الله متواصلين معكم مشاهدي قنوات ابو ظبي في تغطيتنا هنا في مقر اقامه نادي الفيصلي. الان نعود بالصوت والصوره لزميلي يعقوب. يعقوب تفضل، اليك الكلمه. شكرا لك وائل القحطاني من مقر اقامه الفيصلي. طبعا نحاول ان نتواصل من الهوليدي ان، هناك مشكله تقنيه نحاول ان نحلها، فقط نود ان نكون شفافين تماما، خاصه مع جمهور الاتحاد يقول لك ليش انتوا رحتوا للفيصلي وما جيتوا عندنا، بس عشان تكون الصوره واضحه للمشاهدين الكرام. حمد، ممكن ان احنا نبني تقييمنا لمباراة نهائية في الكاس على مستويات قديمة في الدوري أو مستويات الفرق في الدوري، أم مباراة نهائية في الكاس لها حسابات مختلفة؟ الدوري السعودي بصفة عامة كله ما تقدر تبني على فريق معين متذبذب في مباراة إلى أخرى. لو قست حتى على الاتحاد مثلا والفيصلي، هم أيضا يعيشون نفس الوضع. يعني تصور الجولة الأخيرة اللي كان فيها الفيصلي الرابع تراجع للسادس، يعني ممكن ولأعطيك مثال بسيط جدا، من الرابع إلى العاشر في الثلاثينات كلهم، يعني لو في مباراة جاية الدوري 27 وفاز العاشر ممكن هو يروح الرابع والرابع يروح العاشر. أعطيك كمثال الأهلي والاتحاد في الخمسينات، الاتحاد آخر مباراة لو كان فاز على الرائد كان يمكن هو الرابع، وكذلك الفيحة يعني عشان كذا اعطيك بصفه عامه مش على الفريقين. وايضا الفيصلي يفرق نقطه واحده عن الرابع. انا قلت لك من الرابع الى العاشر كلهم يعني مباراه واحده ممكن تغير الكراسي كلها بالنسبه لهم. لكن في المجمل انا قلت لك الفارق بالنسبه لي على الفريقين سواء كان عامل نفسيه ولا فنيه الى اخره، ان المباراه بعيده. البعد هذا ياثر حتى على اللاعبين، نفسيتهم، عطائهم. عشان كذا انا كنت بسال اخوي رياض سؤال خارج المتابعه الدوري السعودي، يعني هو لا يلام يتابع طبعا في الدوري الاماراتي، احنا ما ناخذه يعني، وممكن سالناه اسئله محرجه في الدوري السعودي، حتى المعلومه اللي ياخذها ما يبني عليها كل شيء، لكن بعطيه سؤال كخبره له. رأي يمنع على معلومه. لحظه الله يصلحك، اترك هذا، انا الحين قاعد اتعذر. رأي يمنع على معلومه. جاوب لك العذر ترى. انا قاعد بالعكس اعطيك، بس في شيء السؤال اللي بسالك اياه بعيد عن هذه المعلومات اللي جمعتها. بكره انا قيمت منهم، اترك الحين ما سالتك. تفضل. بكره منهم من الفريقين بيكون افضل له نفسيا؟ في الحاله النفسيه؟ ايه بلا شك الحاله النفسيه بكره ستكون متساويه. ليش؟ متساوية هي لأن مباريات نهائي وحصاد، فأعتقد العامل النفسي متساوي، يمكن الأفضلية للفريق الاتحاد لأنه يلعب بين أرضه وبين جمهوره. لكن بالعكس لا أنت الحين أنت أنا سألتك في المعلومة أخفقت في السؤال نفسه يا سيد الفاضل. بكرة الاتحاد جمهوره وتاريخه هو المرشح الأول للضغوط عليه، الأريح نفسياً الفيصلي، لأنه لو ما فاز هذا المركز الثاني بالنسبة لإنجاز. هذا رأي. لكن عدم تحقيق الاتحاد الكاس لا مو برأي، أنا كلمك في كلام منطقي. هاي ثوابت؟ هل كرة القدم فيها ثوابت؟ أنا أقول لك سمحني، شوف عن تاريخ أنا الفيصلي اليوم بالنسبة له ضغوطات تكثر على الاتحاد. بالنسبة للفيصلي لو ما فاز إحنا إيش بنقول؟ بنقول يكفي انه وصل مباراة نهائية. صحيح. لكن الاتحاد بين جمهورك هذا ضغط عليك. تاريخ السمعة اللاعبين كله عليك. ايضا الفيصلي عليه ضغط كبير. عليه ضغط لأول مرة يلعب بطولة مثل هذه. هذا بالعكس. بالعكس هذا سهل. هذا لصالحه. هذا من صالحه. انك اول ممكن يكون هو سلاح ذو حدين، ممكن يكون هنا وممكن يكون هناك. هذا رأي. لكن هذا ثوابت. لا 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 ما في ثوابت. العامل النفسي فيه ثوابت.
ما في ثوابت في بالنسبة لفيصلي التهيئة النفسية، وهذا ممكن تكسر في أول ربع ساعة. كل مشاكل كرة القدم، أنت تتكلم عن مشاكل، كل مشاكل في كرة القدم لها حلول، والمدرب مثل هذه الحلول الضغوطات أثناء المباراة لها حلول. أول ربع ساعة وأنت عارف دخول الفريق بشكل وبأسلوب هجومي وبضغط هجومي وبقتال شرس واللعب إلى الأمام ممكن يخرجه في أول ربع ساعة. أي مدرب يملك فكر يعرف كيف يتعامل في الضغوطات في الربع ساعة الأولى. نتكلمك اليوم بالمنطق، احنا نقول الضغوطات على الاتحاد أعلى. وبالنسبة للفيصلي عنده محفزات، أكيد عنده محفز. أوكي. الفيصلي بلا شك. بذهب إلى 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 الزميل محمود الحوسني وجديد الأخبار لهذا اليوم، تفضل محمود. شكرا لك يعقوب، وأهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. بارك رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ انطلاق اتحاد جنوب غرب آسيا. ونشر الرئيس الفخري لاتحاد جنوب غرب آسيا تركي آل الشيخ تغريدة على صفحته في تويتر، قال فيها: أبارك لقارتنا الآسيوية انطلاق اتحاد جنوب غرب آسيا، هذا الاتحاد ولد ليبقى. الاتحاد الوليد انطلق برئاسة عادل عزت ويضم 10 دول، هم السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، اليمن، باكستان، الهند، بنغلاديش، سريلانكا والمالديف. وجاء إعلان إطلاق الاتحاد بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية للدول الآسيوية 10 التي بدأت خطوة التأسيس نحو مرحلة جديدة، ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية الأولى خلال 90 يوما من تاريخ الإعلان. كشف المصري أحمد حسام ميدو عن اقترابه من تولي القيادة الفنية لأحد الفرق السعودية في الموسم المقبل بعد مفاوضات قادها معه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة. تصريحات النجم المصري الأسبق جاءت عبر حديثه مع إحدى الإذاعات المصرية دون الإفصاح عن الفريق الذي سيتولى قيادته، لكنه أكد أنه سيضم إليه مواطنه شيكابالا لاعب فريق الرائد المعار من الزمالك المصري بعد أخذ وعد من اللاعب بذلك. سمح اتحاد كرة القدم السعودي لحارس نادي الاتحاد فواز القرني بالمشاركة مع ناديه في نهائي كأس الملك على استاد الجوهرة، وغادر حارس المرمى الاتحادي معسكر المنتخب السعودي في ماربيا الإسبانية، حيث يستعد الأخضر لكأس العالم في روسيا 2018. أنهى نادي الاتحاد تدريباته على ملعب الجوهر الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية استعدادا لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بحضور الرئيس الجديد للنادي نواف المقيرن. وأدى الفريق تمرينه الأخير تحت قيادة تشيلي سيرا الذي ركز على الجوانب التكتيكية التي سيتبعها أثناء اللقاء الذي سيدخله النمور دون جهود لاعبه بدر النخلي العائد من عملية جراحية ناجحة، ومن المتوقع غيابه لستة أشهر أخرى، بينما لن يفتقد العميد لخدمات أي لاعب آخر بسبب الإيقاف أو الإصابة. وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء أبدى مدرب الاتحاد التشيلي سيرا ارتياحه للدعم الجماهيري والاستعدادات لحضور اللقاء، معتبرا أن مساندة الجماهير تمثل عاملا محفزا للاعبين في الملعب. وشدد المدرب على أهمية الفوز باللقاء من أجل تتويج جهود اللاعبين المبذولة طوال الموسم بلقب أغلى البطولات. صرح اللاعب المصري محمود كهربة المحترف في صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة من نادي الزمالك أنه أبلغ نادي الزمالك رسميا بتلقيه عرضا من أحد الأندية الإنجليزية، وأن مندوبا من أحد شركات التسويق سيصل إلى القاهرة قريبا للتفاوض على الصفقة. وأضاف اللاعب في تصريحاته أنه أرجى الرد على المندوب الإنجليزي حتى ينتهي من مشواره مع الاتحاد من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي، كما تمنى اللاعب أن يتوج مشواره مع الاتحاد بتتويجه بالبطولة الغالية. وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق رغبته في التخلي عن اللاعب مقابل 10,000 جنيه استرليني.
أدى الفريق الأول في نادي الفيصلي تمرينه الأخير استعدادا لمواجهة الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ركز المدرب رازوفيتش على عدد من الجمل التكتيكية، إذ طبق النهج الذي ينوي الدخول اللقاء فيه مع تدريبات خاصة على الهجمات المرتدة الخاطفة للاستفادة من سرعة ومهارات المهاجم لويس غوستافو. مدرب الفيصلي رازوفيتش أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء جاهزية فريقه للتحدي الجديد. لعبنا أمام الاتحاد مرتين في الدوري بالإضافة إلى مباراة ودية، ليس هناك أسرار يخبئها كلا الفريقين، فنحن نعرف بعضنا جيدا. الاتحاد نادي كبير ويملك لاعبين جيدين، لذلك يجب علينا أن نكون مستعدون للقاء. يجب أن نلعب بصبر وأن نستغل أخطاءهم. نحن مستعدون بنسبة 100% للقاء، ولا أريد العودة للوراء ومناقشة أشياء تبدو بنظري أنها مجرد سوء تفاهم حدث. أجلت إدارة نادي الفيصلي مناقشة العرض الذي تلقته من نادي الوحدة الإماراتي لضم لاعب الفريق البرازيلي لويس غوستافو إلى ما بعد المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وتلقى نادي الفيصلي عرضا لضم اللاعب مقابل مبلغ قدرته بعض المصادر بمليون دولار خلال الموسم المنقضي، إلا أن نادي الفيصلي رفض التخلي عنه قبل أن يعود النادي الإماراتي لطلب اللاعب من جديد في نهاية الموسم. ولم تعقد إدارة الفيصلي أي اتفاق مع إدارة نادي الوحدة للتخلي عن اللاعب الذي يشكل دعامة قوية للفريق، مفضلة عدم الخوض في الموضوع إلى ما بعد الانتهاء من نهائي الكأس. لقطة الختام لدينا في فيديو تحفيزي بثه نادي الاتحاد عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه مدرب النمور التشيلي سييرا للاعبيه والمهمة التي تنتظرهم غدا. Muchachos, hoy es un gran día para Liti. Después de hoy, no hay vuelta atrás. Hoy es un día que recordaremos para siempre o que cada uno de nosotros querrá olvidar. Hoy no hay Alanzari, no hay Villanueva, no hay Asiri. Hoy lo que hay es solo un nombre, y es Itija. Hoy todos queremos ser campeones ante los ojos del reino. Y hoy, muchachos, es el momento de traer esa copa a casa. وبهذه اللقطات التحفيزية الجميلة نختتم موجزنا الإخباري. تعود إليك الكلمة يعقوب مع ضيوفك الكرام. شكرا لك محمود، أكيد متواصلين مع هذه التغطية الحية والمباشرة مشاهدين الكرام لأغلى الكؤوس. غدا يوم غير عادي، غدا سيتشرف الجميع بحضور سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيحضر هذه المباراة وسيتشرف جميع الشباب السعودي والعربي بحضوره بالتأكيد في الجوهرة. غدا يوم تاريخي بالتأكيد للاتحاد وللفيصلي، غدا يوم غير عادي بالنسبة للرياضة العربية، غدا مناسبة كبيرة، غدا في احتفالية ليست فقط مباراة في كرة القدم، هناك أيضا احتفالية تاريخية سوف تكون. هذا ما سوف تقدمه الهيئة العامة للرياضة غدا في استاد الجوهرة. هناك احتفالات مصاحبة، هناك مفاجآت كبيرة للجمهور اللي سوف يحضر هذه المباراة. هي مناسبة وطنية، هي مناسبة رياضية، هي مناسبة تاريخية بالتأكيد بحضور خادم الحرمين الشريفين. البطولة الأغلى، البطولة مثل ما ذكرت هي ليست بمباراة كرة قدم وكفى. الأهمية لا تكمن في الوصول إلى
النهائي بقدر رفع اللقب عاليا ومصافحة خادم الحرمين الشريفين، فالفوز أشبه بالإنجاز والانتصار أشبه بالحلم الذي يراود الكل بين الفيصلي والاتحاد. هو لقاء الحقيقة في انتظار 90 أو أكثر، سنعرف هل هو اللقب التاسع للنمور أم اللقب الأول لعنابي سدير. هو الموعد الأكبر والكأس الأغلى، هو الموعد الحاسم واللحظة الفارقة، هي ليست بمباراة كرة قدم فحسب، بل هي كل ذلك وأكثر. هو الحلم الذي اقترب من التحقيق، حلم أن تفوز بكأس غالية، حلم بأن ترفعها عاليا وتحلق عاليا، لكن أهم أحلامها أن تصافح خادم الحرمين الشريفين. وهو لعمري لحظة تاريخية ستبقى لكل من عاشها ذكرا للآباء والأبناء على حد السواء. موعدنا في الجوهرة، موعدنا في أجمل ملاعب العالم، هذه التحفة المعمارية، هذه التحفة الرياضية، هذا الإنجاز الرائع. موعدنا بين الاتحاد والفيصلي في لقاء الحقيقة، لقاء لن يحتمل اقتسام النقاط ولا العودة بالتساوي، فلا بد من فائز يرفع الكأس وخاسر يكتفي بشرف المحاولة. هو لقاء بين من يحلم بالتاسعة وآخر بالأولى، فهل تكون الكفة أرجح للخبرة أم للطموح المشروع؟ البعض يتحدث عن أسبقية لهذا عن ذاك، وأنا أتحدث عن سحر المستديرة وعن جنونها. فلا فائز ولا خاسر قبل الصافرة، ولا فائز ولا خاسر قبل النهاية. الاتحاد وصل للنهائي بعد أن فاز على الباطن بستة أهداف، أما الفيصلي فقد فاز على الأهلي بهدف دون رد. لا يهم كيف وصل، المهم هو خط الوصول، المهم في اللحظات الحاسمة، فهي أغلى الكؤوس ولن يشرب من نبعها سوى من يستحق. 90 دقيقة أو ربما أكثر منها تفصلنا عن معرفة الفائز بأغلى الكؤوس. ربما لن يطول الانتظار، لكن الأكيد أن الجوهرة ستتلألأ والحماس لن يزيد المباراة إلا متعة في انتظار صافرة البداية. تنحبس الأنفاس في جدة وحرمة وفي كامل المملكة. بالتأكيد ليلة احتفالية عشية اللقاء التاريخي. أذهب إلى جدة القديمة مرة أخرى مع فهد المالكي والجمهور الاتحادي المميز. إليك الكلمة فهد. شكرا أبو نواف، كل تأكيد نحن هنا في جدة القديمة، وبكل تأكيد في التغطية الكبرى لقنوات أبو ظبي الرياضية لأغلى الكؤوس نهائي كأس الملك من كل أنحاء جدة، بكل تأكيد مراسلين، وأيضا نتحدث هنا في جدة التاريخية مع الجمهور الاتحادي والاحتفالية الخاصة بقنوات أبو ظبي عودتها للكرة السعودية. بكل تأكيد مشاركات كثيرة جدا معنا في هذا المساء، يعطيكم العافية. إيش المشاركة اللي عندكم اليوم؟ مجس الحجازي، يلا اعطونا المجس وخلينا نشوف، نبدا معك. يا نعم ما طلعوا ونعم ذاك المطلع، نظروا لجدة والشواطئ تحفها، نظروا لحارة الشام ونور الاتحاد يسطع.
أعرفكم بنفسي. أنا نادي الاتحاد. أنا نادي الاتحاد. ابن نادي الوطن. ابن عميد البلد. الفخر العربي لله. عدد ما غرد في الأرك العندلية. شكرا لكم. طبعا أكيد المجلس الحجازي الجميل والمشاركة الجميلة. أيضا بعض الأبيات من بعض الأخوان. يعطيك العافية. إيش محضر لنا؟ حضر قصيدة بهذه المناسبة الذي هي فخر لجميع الرياضيين. تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين حيث لن يكون هناك خاسرا مهما كان. دام عزك يا وطننا ودام عزك يا ملك. هذه كاسك يا ملكنا وانت ما مثلك ملك. وعز كاسك في حضورك رافع البيضة يمينك. وكل شعبك يهتفوا لك دمت يا أغلى ملك. ما في خسران بوجودك وفوزنا قبل بجبينك. انت شرفت بحضورك كاسك اللي هو وجودك. وكل شعبك يهتفوا لك يا ملك حنا جنودك. أرواحنا فدوة يمينك ولا عزمت الله نصيرك. أمضي وإحنا تابعينك بكل ما نملك نجيلك. دام عزك يا وطننا ودام عزك يا ملك. انت شرفت بحضورك والله ما مثلك ملك. الله يحفظ ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بكل تأكيد وشريفة لمباراة يوم غد أكيد مع الطرب مع صالح القرني. تعالي صالح يعطيك العافية. صالح أنت أكيد من الناس اللي تطرب رياضيا خلينا نقول. أعطينا وش عندك اليوم معك اليوم. كمان حبيبنا حمدان طبعا مشارك معانا وكل الحبايب الله يحفظهم. يا للتاوي هوي يا للتاوي نبغى البطولة هالسنة. يا للتاوي يا للتاوي يا للتاوي نبغى البطولة هالسنة. يا للتاوي والدتي طاير في السماء. يا للتاوي ويبغى البطولة هالسنة. يا للتاوي والدتي طاير في السماء. يا للتاوي ويبغى البطولة هالسنة. يا للتاوي ويا للتاوي يا للتاوي نبغى البطولة هالسنة. يا للتاوي تقولون نار التي تحرق. ايوه ايوه تحرق. وتقولون تقولون خصم التي يغرق. ايوه ايوه يغرق. وتقولون تقولون شمس التي تشرق. ايوه ايوه تشرق. لا يهمونك شوف جمهورك جاي لعيونك. لا يهمونك شوف جمهورك جاي لعيونك. قولون تقولون نار التي تحرق. ايوه ايوه تحرق. وتقولون تقولون شمس التي تشرق. ايوه ايوه تشرق. لا يهمونك شوف جمهورك جاي لعيونك. لا يهمونك شوف جمهورك جاي لعيونك. صالح القرني وشكرا للمشاركات السابقة بكل تأكيد في هذه الليلة المميزة والسهرة الجميلة من قبل رابطة جمهور نادي الاتحاد عبر قنوات أبوظبي سبورت. تفضل أبو نواف الكلمة لك. شكرا لك فهد. أذهب إلى ناصر التميمي. وأخيرا ناصر موجود معانا من فندق الهوليدي إن في مقر الاتحاد. ناصر الأجواء لديك هناك تفضل.
مساء الخير زميلي يعقوب السعدي. نعم مثل ما ذكرت في فندق خالدين حيث مقر فريق الاتحاد الطرف في المباراة النهائية. الأجواء زميلي يعقوب هنا في فندق الهوليدي إن هدوء في معسكر الاتحاد بعد العودة من التدريبات وتناول وجبة العشاء اللاعبين في غرفهم استعدادا لمباراة الغد الهامة ونهائي خادم الحرمين الشريفين. حرص وتركيز شديد من إدارة الفريق الإبعاد عن اللقاءات الإعلامية والضغوط للتركيز أكثر على حسب الفريق. في بعض المعلومات اللي توفرت لدينا زميلي يعقوب السعدي عن الاتحاد، زار الرئيس القادم نواف المقيرن لاعبي الفريق اليوم ورصد مكافأة مالية مبلغ 200,000 ريال لكل لاعب في حال تحقيق كأس الملك. أيضا إدارة الاتحاد رصدت 150,000 ريال لكل لاعب. تم إلغاء تيفو جماهير الاتحاد المقارنة، وبعد الغاء تيفو جماهير الاتحاد يجهزون الاعلام الكبيره لمساندة الفريق. ايضا التذاكر زميلي يعقوب نفذت بالكامل، ولن يكون اي هناك منصه لبيع التذاكر في مدينه الملك عبد الله الرياضيه. ايضا زار عدد من لاعبي الفريق القدامى معسكر الفريق، كان ابرزهم النجم محمد نور الذي حضر التدريبات، ايضا نجم الاتحاد السابق حمد المنتشري، طالب لاعبي الاتحاد الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية وتحديدا ما قبل المباراة، وعدم التهاون مع الفيصلي والتركيز في المباراة. كانت أهم رسائل اللاعبين القدامى للفريق التركيز وعدم التهاون أمام الفيصلي وتحقيق اللقب التاسع، بغض النظر أن الفريق الفيصلي يصل لأول مرة نهائي، هذا لا يمنع أن الفريق يكون قوي وأن الفرصة مناصفة بين الفريقين. الأجواء تقريبا الهدوء الآن يخيم زميلي يعقوب على معسكر الفريق إلى ما الغد تقريبا بعد وجبة الغداء والاجتماع ما بعد ذلك إلى موعد المباراة في الفترة المسائية. هذا كل ما موجود حاليا زميلي يعقوب. كان الفترة التأخير اللي صار كان مفروض يكون معنا عدد من لاعبي الفريق القدامى المتواجدين لزيارة الفريق، ولكن لظروف التأخير اللي صارت يمكن إذا قدرنا نحصل حد منهم إن شاء الله أكيد راح نرجع في الفترة القادمة. شكرا لك ناصر، بس أتمنى ترفع صوتك ناصر، يعني أنا عارف إن في هدوء في الفندق يعني، بس ارفع صوتك عشان نسمعك شوية. أذهب إلى وائل القحطاني فندق الدار البيضاء مقر الفيصلي، فضل وائل. شكرا لك أبو نواف. هنا العكس، هنا في حركة يعني ما شاء الله، أعضاء مجلس الإدارة أعضاء شرف شايف. متواجدين لحد الآن يدعمون نادي الفيصلي، خصوصا أنهم يعيشون لحظات تاريخية وهم متأهلين لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخ نادي الفيصلي. للحديث أكثر عن هذا التأهل التاريخي ينضم إلى جانبي رئيس نادي الفيصلي سابقا الأستاذ مطلق الخمعلي، وحييك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. أستاذ مطلق، بالتأكيد كما ذكرت أن لحظات تاريخية لأهالي فيصلي ومحبي وعشاق نادي فيصلي وأهالي حرمة بالتحديد، كيف تصفون هذا الشعور؟ ما في شك، تعرف ان يعني اللعب امام خادم الحرمين الشريفين حلم لكل رياضي. نحن سعداء جدا ان وصلنا الى النهائي، وان يتشرف لاعبين النادي ومنسوبيه بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ايده الله وحفظه. تجهيزات، انت لك الخبره الكبيره في رئاسه نادي الفيصلي في السابق ما قبل رئاسه الاستاذ فهد المدرج، كيف تم التعامل مع هذه المباراه النهائيه؟ اجتمعتوا مع اللاعبين؟ ما في شك ان الاستعدادات كانت كبيره، واخي رئيس النادي الفيصلي فهد المدرج عنده خبره كبيره في اداره النادي، وهو يبذل جهود مع باقي زملاء اعضاء مجلس الاداره وجمهور النادي، وايضا اللاعبين ولله الحمد معنوياتهم مرتفعه و عندهم استعداد كبير، وإن شاء الله غدا سوف إن شاء الله يعني يسعدون جماهير الفيصلي بالفوز إن شاء الله وتحقيق النتيجة التي ترضي الجميع إن شاء الله. ماذا وفرتم للجماهير العاشقة والمحبة لنادي الفيصلي؟ كل الإمكانيات، إدارة النادي ما قصروا ووفروا لهم كل الإمكانيات، والجماهير متواجدين في جدة لمساندة الفريق، وإن شاء الله أن يرجعون والكاس معهم إن شاء الله. توقعاتك؟ توقعاتنا فوز الفيصلي أكيد بالتأكيد يعني.
هي اكيد الامنيات اكيد الامنيات، لكن مباراه صعبه. الاتحاد يملك جماهير، وكل الحديث انه الاتحاد يدعم جمهوره في هذا اللقاء. نعم ما في شك، الاتحاد نادي كبير وعنده امكانيات ويلعب على ارض بين جماهيره، ولكن احنا ثقه كبيره في لاعبينا وفي معنوياتهم، واحنا واثقين ان شاء الله انهم لن يفرطوا بهذه الفرصه الكبيره يعني بتحقيق الفوز. يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا لك. إذن مشاهدينا كان هذا حديث الأستاذ مطلق الخمعلي رئيس نادي الفيصلي سابقا وعضو شرف في نادي الفيصلي. إلى الآن زميلي يعقوب، يعني الأعضاء الشرف والمجلس الإداري يدعمون الرئيس الحالي فهد المدلش في مباراة الغد، متواجدين لحد هذه الساعة، يمكن الساعة الآن الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثانية بتوقيت الإمارات، بالتأكيد هو دعم كبير لنادي الفيصلي. الآن أعود بالصوت والصورة لك أبو نواف. أبو نواف تفضل لك الكلمة. شكرا لك يا وائل. حمد بيخي، المشهد مختلف هناك في الاتحاد، في مقر إقامة الاتحاد هدوء، اللاعبين في غرفهم، بينما نشاهد هنا صخب في الفيصلي، يعبر عن ماذا هل تناقض في المشهد؟ طبعا الفريق اللي بيوصل أول مرة المشهد بيكون عنده غير طبيعي، يعني حتى عامل الوقت ممكن ما يحسب له ألف حساب. اليوم في المراسل قال إنه جايبين واحد بنفسي الساعة 12، بغض النظر حتى جيبته بدون تخطيط، يعني شيء غير متعودين عليه الفريق بصفة عامة تجيبه في مباراة حساسة زي مباراة النهائي. المشهد في الاتحادي زي ما قال أخو يوسف عندهم التاريخ، الخبرة، تعود، الممارسة، يعني تاسع الوصول بالنسبة لهم، لو تحقق التاسع، لو ما تحقق عندهم إنجازات كثيرة، متعودين على المشهد، عكس الفيصلي طبعا ولا يلامون. زي ما قلت لك يعني حتى الناس اللي غايبة الآن عن المشهد في الفيصلي لعشرين سنة بيكون متواجد، لأن الحدث يجبر عليه إنه قد لا يتكرر. أوكي، نحن نحاول أن نضعكم في الصورة الأكمل والصورة الشاملة لتغطية أغلى الكؤوس، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. دعونا نتابع معكم جانب من البروفة الخاصة بحفل المباراة النهائية، البروفة اللي أقيمت قبل قليل في ملعب الجوهرة. نتابع هذه اللقطات الخاصة لأبو ظبي الرياضية. أقول أن غدا يوم تاريخي بالنسبة للرياضة السعودية من حيث الحضور على أعلى مستوى، حضور لا يوازيه حضور سيدي خادم الحرمين الشريفين. الهيئة العامة للرياضة تقيم حفل تاريخي غدا مع هذه المباراة، مفاجآت كبيرة بالنسبة للي راح يحضر حفل نهائي أغلى الكؤوس غدا في الجوهرة. ليست مباراة كرة قدم فقط، هناك احتفال كبير راح يكون مثل ما شايفين. هذه بروفة بسيطة جدا، ولكن الحفل راح يكون حفل تاريخي بالنسبة ليوم الغد. تغطية أبو ظبي الرياضية مشاهدينا الكرام للحدث بالتأكيد سوف تتواصل بعد أن بدأنا بالأمس الجزء الأول من تغطيتنا للحدث الأهم والكأس الغالية. تغطيتنا سوف تتواصل مع استوديو المباراة من ملعب الجوهرة. الاستوديو اللي شايفينه أمامكم سوف يبدأ قبل المباراة بثلاث ساعات، سنأتي خلالها على كل التفاصيل والجزئيات اللي تهم المباراة مع نخبة من المحللين والنقاد الرياضيين. تغطيتنا سوف تتواصل بعد المباراة من خلال مشاركة الفريق المتوج بأفراحه، ومن خلال تسليطنا الضوء على كل كبيرة وصغيرة. ختام تغطية قناة أبو ظبي الرياضية للحدث سوف يكون من هنا، من هذا الاستوديو، واحتفالية كبيرة مع الفريق الذي سوف يحقق البطل، يحقق اللقب. دعوني أيضا أطلعكم على أحد أسرار ملعب الجوهرة، حيث الإبداع والتفرد، حيث تم تخصيص كراسي متحركة كما تتابعون في الصورة الظاهرة أمامكم على الشاشة.
الكراسي تتسع لأربعة أشخاص، أتوقع راح يكون من بين الأربعة معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، حيث يتحرك ستتحرك هذه الكراسي مع الكرة على طول الملعب في أول ربع ساعة للمباراة، وأتصور أو أتوقع أنه نوع من أنواع الدعاية والإعلان للخطوط الجوية السعودية. أبو خالد، الخطوط الجوية السعودية هي الراعي الرسمي أو الناقل الرسمي للمنتخب السعودي في مونديال روسيا. الأسبوع اللي فات شعار المنتخب على الطائرة الخاصة للمنتخب السعودي، فأتوقع يعني ترى مفاجآت كثيرة بكرة. يعني حدث اللي حسب بعض التفاصيل اللي عندي أنه لا يقارن بأي نهائي سابق من نوعية الـ ما خصص لهذا الحدث من تفاصيل، يعني تفاصيل كثيرة مختلفة. فرقة موسيقية تنجد السلام الملكي من 300 عازف في السلام الملكي، الليزر اللي سيشكل خادم صور خادم الحرمين الشريفين وسمو عهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى ليزر أيضا تشكيل صور في السماء، يعني أشياء كثير. بكرة حفل، المشهد الرياضي مختلف مع معالي تركي آل الشيخ في المملكة العربية السعودية. والله نشوف كلامنا كثير، كل شيء مختلف بو نواف، يعني كثير مختلف، ويعني ما ممكن ما تتوقع أي شيء. يعني إذا ترسم صورة ذهنية معينة لخط سير قيادة الهيئة، ما أعتقد أنك أنت تتنبأ، يعني ممكن يصنع لك أي مفاجأة، ممكن يصنع لك حدث يعني يصدمك، حدث يزعلك، حدث يبسطك، يعني لأي شيء جاهز. عنده قدرة صراحة، يعني أنا عرفته عن قرب، عنده قدرة على تنفيذ أفكاره بشكل فوري جد، يعني ممكن يفكر في فكرة جيدة وينفذها فورا. يوسف حسين شو قال أمس؟ قال القيادة اللي تتمتع بالقرار بسرعة القرار هذه هي القيادة الناجحة. صحيح. يعني هو شوف، في أكثر من شيء ظهر في الفترات السابقة، يتخذ قرارات يحدد مدة زمنية محددة ثم يبدأ إما إعلان النتائج أو محاسبة المسؤولين عن تنفيذ هذا القرار. وهذه ترى ميزة كثيرة، لأن هذه تعجل لك الزمن. أنت لو يعني في وقت ولا متسع لثمانية أشهر، أنك تخلصي لثمانية أشهر في ملخص يعني العمل اللي حدث، حتلاقي أشياء إيجابية كثيرة، حتى لو في سلبيات في موجودة، لكن لا تقارن بالإيجابيات. ما في عمل، عشان أقول لك أنا التوازن. لا بوصل لفكرة كم القرارات وكم الإنجازات اللي صارت. أنت قاعد أنت طبيعي أن يعني يكون في بعض الأمور السلبية اللي تحدث. اللي قاعد يحدث في الكرة السعودية عملية قلب مفتوح. عملية قلب مفتوح أشبه بعملية القلب المفتوح. وبعدين بو نواف ولم تنتهي بعد ترى على فكرة. قلب الموازين، قلب الموازين، ما حدث في تاريخ الكرة السعودية أن صارت هالقرارات الكثيرة، سواء في الأندية، سواء في الاتحادات، سواء مع مسؤولين، مع رؤساء أندية داخليا وخارجيا، داخليا وخارجيا، ووجوه جديدة دخلت، الاهتمام بالكوادر في الاتحاد الأسيوي والاتحادات القارية، الاعتماد على وجوه رياضية معروفة لها مكانتها، لاعبين سابقين، وخصوصا في الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعض الأندية الكبيرة. هذه قرارات يعني بصراحة جريئة جدا أبو نواف، وما يعني ما أكثر المتفائلين ما كان يتوقعها. وفعلا مثل ما تفضل أبو خالد، أن هني القوة، أهم جزء يوسف، أهم جزء، يعني أنت لو تتابع بدقة، أعاد اللعبة لأبنائها سواء في تشكيل اتحاد الكره او سواء حتى في رؤساء الانديه، عاد وحتى في الاهتمام باللاعبين السابقين، سواء اعتزال، سواء دعم، سواء شيء، صراحه اداهم اعتبار حق، يعني اللعيبه السابقين اصبح يشعرون باعتبار اول لاعب سعودي السابق. صحيح. ما عاد يعني يعتبر خلاص شيء منسى اللاعبين الدولي، يعني هذه جزئيه ترى مهمه، فيها بعد يعني انساني، صح، فيها بعد اداري واجتماعي. صحيح. صح. اللاعبين الكبار اللي نسوا، أعاد 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 مش بس اللي سووا أبو نواف، يعني اللاعبين الكبار هذين معتزلين من 20 سنة و 22 سنة وأكثر، أعاد لهم اعتبارهم، أعاد لهم ثقتهم في نفسهم. شوف، وأيضا كرمهم، يعني هذا التكريم، عنده تقدير صراحة، هذا التكريم تقدير لتاريخ، لكن تقدير يعني لجيل 84 و 94
ترى الملاحظ عنده اهتمام كبير وتقدير عالي جدا يعني لهذه الجيلين، جيل مؤسس البطولات وجيل العالمية يعني اللي حتى إحياء بطولة العربية إحياءها كقيمة فنية ومالية بنشوفها الموسم، إحياء دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الأولى في السعودية راح ينطلق بشيء مختلف جدا، أعطاه مسمى ولي العهد، معناه أنه في تركيز كبير على إحياء مثل أنا الأمر الجيد اليوم أن الحديث نتحدث عن المستشار خارج قناة سعودية، واليوم استشهد أخي يوسف، لأن هناك دائما يحسب على أن احنا لما نمدح المسؤول كإعلام محسوبين على أن احنا نطبل، مع أن هذا فخر يا اخي. لما تمدح مسؤول ناجح انا اطبل، هذا هو المفروض، انا ما خلي يقولون طبل. ايوه بعض الاخوان شو يسوي؟ يبغى يوصل باستحياء للطرف الاخر، ان لا بالعكس، قول اني انا فخور اني اطبل لمنجز وطني يقدمه شخصيه. حمد انت حمد تتحدث عن وتير متسارع في عمليه التطوير في الرياضه السعوديه على مستوى القرارات، على مستوى الحضور، على مستوى المنجز. اليوم هناك منجز، يعني البطولات العالمية اللي جات في السعودية هذا منجز، لما تتكلم على مستوى التطوير، على مستوى المنشآت وعلى مستوى الاستثمار. القرار الأخير بإنشاء اتحاد جنوب غرب آسيا، هاي رسالة قوية، وعارفين عارف المعني ولمن الرسالة، عارف المعني الرسالة موجهة لمن؟ في تحول راح يكون، في تحول كبير في مراكز القوى راح تكون في الفترة القريبة القادمة. لا شوف، على مستوى البطولات وعلى مستوى الاتحادات، هناك اتحادات ستنظم جديدة. ديك إشارة بسيطة بس عشان يعني أقول لك كيف يعني حجم الطموح والجموح في طموح معالي تركي آل الشيخ. في 27 إبريل قيمة الرويال رامبل حق المصارعة، تكلم على 15 يوم النهائي، أرضية الملعب كاملة أزيلت. ثم يعني ليش الجزية بوصلك إيه؟ على قدرته على يعني التحدي في إنجاز واعتماده. شوف لازم جزية، والله هذه حتبان مع الأيام، اعتماده على كوادر سعودية يعني جالس يديها فرصة كبيرة جدا تقدم إمكانياتها. يعني كان في اللي هو الاستاذ عبد الرحمن القضيب اللي هو وكيل الرئيس العام للشؤون الفنيه، القي عليه هذا التحدي، وكان يعني من رجاله وقد التحدي صراحه، ان تنجز في 14 يوم 15 يوم اعاده يعني فرش الملعب او زراعه الملعب بشكل مجدد خلال فتره زمنيه، ملعب على حدث مهم سيقام عليه تفاصيل كثيره جدا، انا اعتبر هذا تحدي. يعني انت دائما المواقف زي هذه هي اللي تصنع رجالك، يعني تبين قدراتهم وامكانياتهم، واعتقد انه هو رهن عليه على الاستاذ عبد الرحمن، واعتقد انه نجح في هذه الجزئيه. ترى ما هي سهله في 15 يوم انك تنجح في انجاز ملعب كامل، فلذلك الكوادر السعوديه قاعده تمنح فرصه في اكثر من مجال، في الهيئه العامه للرياضه وفي اتحاد الكره وفي انديه المملكه العربيه السعوديه وفي الجوانب الاداريه وحتى في الجوانب الفنيه، يعني الكثافه العدديه التي ستظهر تواليا ستبان بشكل كبير كيف منح الثقة والدعم لتقديم إمكانياتهم ككوادر سعودية في شتى المجالات المهتمة في الهيئة الرياضية. وما أننا نتحدث عن هيئة الرياضة، أنا أيضا أشكر سعادة رجاء الله السلمي، الأستاذ رجاء الله السلمي، الأخ العزيز والصديق العزيز، نعم، وكيل هيئة للإعلام والعلاقات. هذا الرجل يعني يمكن ناس وايد يشيدون بتغطيتنا، وبالتأكيد هذا يحملنا الشيء الكثير، وهي مسؤولية كبيرة، لكن ترى في ناس لهم دور في ان نغطي او نظهر هذه التغطية بهذا الشكل. هناك ناس يؤمنون بدور الإعلام، هم قلة لكنهم موجودين. يعني استاذ رجاء الله السلمي هو رجل إعلامي، وبصراحة قائم بدور كبير. اي مشكلة عندنا اتصور في اليوم نتصل بها 100 200 مره من كل فريق العمل، صدره وسيع ونفسه طويل ما شاء الله عليه، صدره وسيع، يرد على كل المكالمات، يساعدنا. ما في مره اتصلنا نقول له نبي تصريح للمكان الفلاني وقالنا لا. وايضا يعني الاستاذ غانم القحطاني مدير عام قنوات الرياضيه السعوديه، ابو فيصل بصراحه بيض الله وجهه ما قصر معانا في كل شيء.
اللقطات، الأشياء التاريخية، كل التقارير اللي تشوفونها ترى يبناها من الإخوان في التلفزيون السعودي. احنا نكمل بعض، احنا وهم واحد، وهذا واقع، ترى واقع انكرسه عمليا مو بكلام بس. اذهب الى وائل، وائل القحطاني مره اخرى في مقر الفيصلي. وائل تاخرنا عليك، تفضل يا وائل. شكرا لك زميلي يعقوب، بالتاكيد متواصلين في التغطيه الميدانيه لقنوات ابو ظبي الرياضيه تزامنا مع نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين الذي يجمع الفيصلي والاتحاد. من هنا من مقر اقامه نادي الفيصلي ينضم الى جانبي بندر العتيبي عضو مجلس اداره والمشرف على الفئات السنيه بنادي الفيصلي. احييك استاذ بندر، بالتاكيد هي مباراه تاريخيه لنادي الفيصلي. بدايه وقبل كل شيء نبارك لكم الحصول نادي الفيصلي على المستوى الاولمبي، الانجاز التاريخي واللي لاول مره يحصل عليه نادي الفيصلي على المستوى الاولمبي، بطوله الدوري الاولمبي. الله يبارك فيك، بارك لجميع الاخوان في قناه ابو ظبي الرياضيه، والحمد لله على تحقيق البطوله. بندر، هل تكون سنه الفيصلي؟ الفيصلي اول مره يحقق بطوله الدوري الاولمبي، غدا اول مره للتاريخ يلعب نادي الفيصل نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، هل ستكون سنه الفيصلي هذه السنه؟ باذن الله، هذا ما نطمح له من اعظم شرف واعظم اداره ومحبين لنادي الفيصل، انها تكون سنه استثنائيه وامتداد للعمل السنوات السابقه، ان نطمح للوصول للحصول على اللقب باذن الله وعلى الكاس الغالي باذن الله، هذا ما نطمح له جميعا يعني. بالتأكيد هناك استعدادات خاصة لكل نهائي، أنتم كيف استعديتم لهذا النهائي وخصوصا أول مرة تخوضونه؟ والله استعدادات جت من جميع النواحي، من ناحية الجهاز الفني واللاعبين، من ناحية الجهاز الإداري، من ناحية الإدارة كأعضاء مجلس إدارة نشكر وقفة أعضاء شرف النادي معانا، الجميع يعني دخلنا في ورشة عمل الأسبوعين الأخيرة، ورشة عمل متسارعة، والحمد لله نرجو ان شاء الله انها تكون متكلله بالنجاح باذن الله، واحنا حصلنا على النجاح بالسلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين باذن الله، وهذه مستمره من فتره يعني من تقريبا اسبوعين متكامله من جميع النواحي. كان لك حديث مع اللاعبين او اجتماع بما انك حصلت على بطوله الدوري الاولمبي؟ بالتاكيد انك اجتمعت مع لاعبين الاولمبي قبل المباراه التاريخيه والتي حصلتم عليها البطوله، كان لك اجتماع مع اللاعبين، تحدثت معهم، هيئتهم نفسيا؟ اكيد هذا يعني واجبنا كعضو في مجلس الاداره ومشرف الفريق الاولمبي، تكلمنا معاهم من قبل المباراه المهمة الفاصلة، والحمد لله يعني حاسين بأيام أهمية المباراة وأهمية البطولة، وهذا اللي انعكس وتحقق بالحصول على البطولة مع الجهاز الإداري المشرف طبعا على الفريق، يعني مش جهود ذاتية، وهذا عمل تكاملي من الجميع. بالتأكيد الأمنيات للفيصلي عندكم، لكن التوقع كيف؟ والتوقع إن شاء الله للفيصل، إحنا جاهزين، لكن هذه كرة قدم في الأخير، إحنا نسعى بكل ما أوتينا للحصول على الكأس، لكن لو حصل عليها نادي الاتحاد فإحنا أول المباركين له بإذن الله في البطولة، ولكن إحنا جايين إحنا جدة إن شاء الله نرجع بالكأس بإذن الله. يخوفكم جمهور الاتحاد؟ لا لا أبدا، جمهور الاتحاد جمهور ذواق وجمهور يعشق، وأنا متأكد أنه في حالة حصولنا على البطولة أنهم بيكونون يعني حنال إعجابهم يعني في الملعب، وحيكون هناك تفاعل إيجابي معنا. شكرا لك بندر. العفو، شكرا لقناة أبو ظبي. جميلة هذه الروح من الأستاذ بندر عتبي، هو عضو مجلس إدارة، عندما يقول عندما إذا حصل على الاتحاد البطولة سنبارك وسنكون أول من نبارك لهذا الاتحاد، هي كرة القدم منافسة شريفة ما بين الفرق. بالتأكيد انتهت تغطيتنا من هنا، التغطية الميدانية من مقر إقامة نادي الفيصلي، نتمنى نكون وفقنا في نقل كل حدث هنا في إقامة مقر إقامة نادي الفيصلي. الآن نعود بالصوت والصورة لزميلي أبو نواف يعقوب السعدي. يعقوب تفضل، إليك الكلمة. شكرا لك يا وائل، ما قصرت، شكرا لك، راح نتواصل بالتأكيد. نؤكد مجددا أننا نقدم لكم تغطية خاصة من كافة الزوايا، وهذه المرة يصطحبنا موفدنا إلى جدة طارق الحمادي إلى هذه الجولة المميزة في أحد حواري جدة. نشاهد.
كرة القدم في المملكة العربية السعودية عشق وجنون، والنجومية دائما تبدأ من هنا من الحواري السعودية. اليوم نتواجد لنتعرف على هؤلاء ومستقبل نجوميتهم في كرة السعودية. والله إن من ناحية صعبة فيها مفاجآت كثيرة. نادي الفيصل يطلع شقيقنا، جارنا، النادي الأهلي طبعا بالتقنية الجديدة والصلاة على النبي، كويس إن طبقت معاهم الحمد لله، نختبر. لكن إن شاء الله الاتحادية قدها بحول الله تعالى. جمهور الاتحاد ممكن هو الرقم الأول وعقب الفريق، ما عليك، الجمهور حاضر. وصدقني حضور سيدي خادم الحرمين عن ممكن أكبر شرف للجميع في الملعب. ترى اتحادية إن شاء الله نتمناها، لأنه مع بالرغم أنه الفيصل فريق قوي وفرقنا وطلع نادي الأهلي، فالمباراة حتكون جدا صعبة، وإن شاء الله ربنا يسر الأمور إن شاء الله اتحادية، وأنا متوقع إن شاء الله 3-1. كرة القدم الحواري طلعت نجوم كبار دحين هم يلعبوا في المنتخب، واتمنى ان احنا نكون منهم، وان شاء الله ما في شيء مستحيل. خلنا نتكلم على النهائي بين الاتحاد والفيصلي، شو تتوقع؟ الاتحاد. انت اتحادي؟ ايه. بس لابس فانيلة الاهلي؟ لا عادي عادي، البس اهلي اتحاد ما تفرق، بس اهم شيء هو القلب يشجع. يعني ما اعرف ايش اقول لك، لكن كرة القدم في حواري جدة من الدرجة الأولى، من الدرجة الأولى، ومن هنا خرجوا لعيبة كبار، خرج وليد عبد ربه، خرج أحمد خريش من الملعب ده، خرج طلال المشعل، خرجوا لعيبة كبار والله. فعشان كذا احنا نحب الكور في الحواري، نحب نلعب الدواري. وحده ولدي احلى وحده. يمكن تكلمنا في بداية تغطيتنا كيف كان موسم الفريقين. خلنا نبدأ بالاتحاد. عقبات كثيرة واجهها الاتحاد في مختلف المسابقات، ليس أقلها في بطولة الدوري التي أنهاها الفريق في المركز التاسع بعيدا عن أهل القمة بمسافة كبيرة. دعونا نقترب أكثر من موسم الاتحاد من خلال هذا التقرير. قد لا يكون موسما مميزا للاتحاد هذا العام. الاتي عميد الأندية السعودية، ظهور متواضع ونتائج لا ترتقي لأحلام وطموحات عشاقه ومحبيه الذين اعتادوا على رؤية فريقهم في المراكز المتقدمة لم يكن على المنصات كما حدث في سنوات سابقة. الاتحاد لابد أن يعود، الاتحاد لابد أن يعود لوضع طبيعي. مشاكل عديدة كانت وراء تواضع مستوى الفريق هذا الموسم، أبرزها عقوبة الاتحاد الدولي الفيفا، وهي منع الفريق من التعاقدات بسبب تراكم الديون، وهذا ما انعكس بشكل سلبي على الفريق وأدائه هذا العام. في بطولة الدوري لم يكن الاتي ذلك الفريق العنيد صاحب النتائج المميزة، تقم النمور بدورها، كان الفريق حملا وديعا، قدم أداء متواضعا وحقق نتائج أقل ما يقال عنها بأنها عادية. فالفريق طوال مشواره في 26 مباراة لم يحقق الفوز سوى في 8 مناسبات، وتعادل في 9 وخسر في مثلها،
يحصد 33 نقطة جعلته يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب. كما لم يكن خط هجومه قويا إذ اكتفى بتسجيل 34 هدفا، فيما كان خط دفاعه ضعيفا إذ استقبل شباكه 41 هدفا. ولكن في هذه البطولة، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ظهر الفريق بشكل مغاير. إن كانت هذه البطولة ضالته من أجل إرضاء الجماهير، وحقق الفوز تلو الآخر وقدم عروضا قوية، غلب الطاولة على خصومه في مناسبات عدة ليصل إلى المباراة النهائية ويصبح قريبا من تحقيق لقب طال انتظاره بالنسبة لجماهيره ومحبيه. وهو إن تحقق فإنه سيكون قد تحقق في موسم لم يكن فيه فريق الاتحاد بذلك التميز. محمد البكيري، ما هو أسباب التراجع بهذا الشكل بالنسبة لفريق الاتحاد؟ طبعا ذكرت أول في البداية أنه يعني ظروف القرار الأخطر والأكبر والموجع في مشوار الاتحاد اللي هو منع من التسجيل فترتين من فيفا بسبب عقوبة على اللاعب الأسترالي تروسي لم يسد المبلغ. هذه طبعا كثير أثرت على الاتحاد والاتحاديين بالذات، وحتى في استعدادهم للموسم اضطروا، حتى أعتقد أنهم كان فيه اضطرار إلى التجديد مع كافة اللاعبين المحترفين بالذات مع الأنصاري ومع الكهرباء ومع حتى في النوفا، كلهم تم تجديد عقودهم بأسعار مبالغ فيها ومضاعفة أيضا. كانت يعني الاتحاد دفع ثمن كبير جدا سواء ماديا معنويا فنيا، يعني الفريق قد تعذر وتلومه في هذا الموسم، يعني تلومه في بعض المباريات كانت سهلة عليه لو كان الاتحاد صاحب حضور وتركيز عالي، لأنه اليوم أو بكرة توقع الاتحاد لو تخلص من عيب واحد كان يعاني منه في طوال الموسم هذا، كان ممكن تكون مركزه أفضل في الدوري، اللي هو أنه معظم الفرق تجدها في الدوري كانت تلعب على أخطاء الدفاع الاتحادي، أكثر الفرق كانت تلعب على أخطاء الدفاعات الاتحادية أو الأخطاء الفردية اللي موجودة في الاتحاد، لو تخلص منها ممكن الاتحاد في 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 المباراة النهائية أنا أعتقد تلعب دور كبير جدا، إضافة إلى تراجع المحترفين أنصاري كهربا سوء الحظ والطالع يعني القوي جدا اللي مع عكايشي، أعتقد ثلاثة واحد حي كان يشيل أموات حق أتشيلي في نانوفا حي كان يشيل أموات في الملعب في كثير من المباريات، كان هو اللاعب الفارق العلامة الفارقة فنيا، هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري، أفضل لاعب وسط أخذ جائزتين الاثنين، فكان غريب أنه للحين ما لم يتم التجديد له في الاتحاد. لا جدد، لا جدد، مدد موسمين مع الاتحاد من مع إدارة الأستاذ حمد الصنيع، جدد مدد الفترة هذه، يعني هذا أيقونة الحين في الاتحاد، أيقونة يعني يراهن ويعلق عليه أمال، لو سألت يعني أغلب الاتحادين يعلق أمالهم على هذا العقل المفكر في داخل الاتحاد في أسوأ الظروف في أقوى المآزق اللي تمر بالفريق، والمنقذ الوحيد يعني ليس آخر مباراة الباطن، فريق حفر الباطن هو اللي يعني كان كاد أن تكون حفرة الاتحاد، يعني ذيك المباراة تحول كبير جدا كان له دور كبير جدا هذا اللاعب فيها، هذه النقط يعني كانت مرة يعني مؤثرة جدا. جزئية مهمة أنا بنفسي أتكلم عليها، أنه بكرة في معادلة يعني أنا المعادلة العكسية أسميها في الاتحاد ما بين الاتحاد وما يعني الجمهور الاتحاد والجيل الحالي، طوال السنوات الصعبة اللي مرت على الاتحاد في السنوات الماضية، يعني نتكلم من 2013-2012 يعني فترة صعيبة صراحة مرت على الاتحاد، وفترة مختلفة كليا، حضر جيل مختلف كثير له ما له عليه ما عليه، أشياء كثير أنا ما بتكلم في تفاصيل كثيرة، لكن اللي أقول إن مباراة بكرة هي مفترق طرق في هذه المعادلة العكسية، جمهور طول هذه الفترة الصعبة طول هذه الفترة الحرجة التي يعني يحضر فيها الاتحاد أو جمهور الاتحاد في المدرج كأنه فريقه هو اللي ينافس على المقدمة في الوقت اللي هو يكون
فريق متراجع مع جيل أقل نجومية، أقل كان إرادة، أقل تحقيق بطولات، فهذه معادلة كانت عكسية. مباراة الغد هي المباراة المفصلية، هي مباراة رد الجميل لهذا المدرج الكبير، هذا المدرج رقم واحد، هذا المدرج اللي حمل يعني المركز الأول دائما في الحضور والإعجاب الشامل والكبير لهذا المدرج الاتحادي. خلنا نشيل المدرج الاتحادي مع فهد الماركي. تفضل يا فهد، في المدينة القديمة وجمهور الاتحاد، وتصور الوقت متأخر فهد والجمهور يعني يبي يغادرون، نبي أهازيج قبل ما يغادرون يعني. تفضل يا فهد. صحيح أبو نواف، كل تأكيد الجمهور الاتحادي عنده مباراة مهمة بكل تأكيد، وهي أهم مباراة في هذا الموسم يوم غدا على نهائي أغلى الكوس كأس خادم الحرمين الشريفين. كل تأكيد في مشاركات عديدة اليوم. نرجع للمجلس الحجازي وهو أحد الفنون الشعبية في جدة. يعطيكم العافية، نبدأ بشيء وطني أكيد بإذن الله. طيب، فوق فوق هام السحب وإن كنتي ثرى، فوق فوق هام السحب وفوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى، فوق فوق عالي الشهب ومجدك لقدام ومجدك وراه، وانحكى فيك حسادك ترى، ما درينا بهرج حسادك أبد، انت ما مثلك، انت ما مثلك بهالدنيا بلد، والله ما مثلك بهالدنيا بلد. الاتحاد نعطي ولعبوا نغم قولوا يلا يلا، لعبوا نغم قولوا يلا يلا، ولعبوا نغم قولوا يا ما شاء الله، لعبوا نغم قولوا يلا يلا، ون 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 التي نمبر ون، ون 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 هذا عميد الفن، تستاهل يا عميد انت الاول اكيد، تستاهل يا عميد انت الاول اكيد، انت الحب الوحيد في قلوبنا سكن، وان 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 والاتي نمبر وان، وان 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 هذا عميد الفن. انت تقول عندنا شيء خاص فيكم؟ طيب المجلس، المجلس الحجازي زي هو، صلوا على الحبيب. لو علمت الدار أن أبو ظبي الرياضية زارتها فرحات واستبشرت ثم باست موضع القدم وانشدت بلسان الحال، وانشدت بلسان الحال قائلة اهلا وسهلا باهل الجود والكرم، اياه 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 صلوا العافية. أكيد مشاركات جميلة اليوم من الجماهير الاتحادية اللي حاضرة هذه الاحتفالية بكل تأكيد في جدة القديمة. أبو نواف، حقيقة حاب أشكر الجهات الأمنية المشاركة معنا في هذا الحدث، واللي خصت أبو ظبي بكل تأكيد بهذا الجمع المميز في هذا المساء. كل التوفيق للفرقين يوم غدا بكل تأكيد. نحن أكثر سعادة بوجود وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز، بإذن الله يكون يوم جميل وتاريخي. الآن عودة لك يا بنو. شكرا لك يا فهد، وشكرا للجمهور الاتحادي المميز. يوسف، الجمهور الاتحادي تحديدا يعني غير عن كل الجماهير في 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 الخليج كله، عندهم نغمات، عندهم أهازيج خاصة فيهم، عندهم طرق في التشجيع خاصة، أسلوب خاص، أسلوب أسلوب. وعموما الحجاز عندهم نغم متفرد عن باقي المنطقة العربية، يعني الفن الحجازي وخصوصا المجسات والدانات
اللي 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 فعلا تطربك، يعني لها نغمة خاصة، لها رونق خاص، لها جو مختلف تماما. يعني نحن متعودين على اللقاعات الخليجية والعربية، لكن الفن الحجازي هذا فن، وفن أبو نواف يمكن يعني أنا أحب كثير هذا الفن، ويمكن أستمع له كثير، وحتى مطربين قدام جدا 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 في جدة وفي مكة كنت أسمع لهم، فعلا هذا الفن مختلف تماما. خاصة أنت شاعر، شاعر مرتفع. زين، يعني أنا أتصور المدرج الاتحادي غدا راح يكون نجم الأمسية، مش نجم المباراة، نجم الأمسية. معلقين أمال، أنت عارف الحجم المعاناة اللي عانوها في يومين، يعني يوريك أنا في فرق في السنوات. لا لا، حتى يعني في أتكلم على هذه، في فرق بين ناس تشجع، بين انتماء وبين ولاء، هذا الفرق. الاتحاد، جمهور الاتحاد يتميز بالولاء. ليش أنا أقول بالولاء؟ لأنه تيجي هذا المدرج اللي يسوي المعادلة العكسية، إنه ليس شرط أن يكون فريقي منافس ولا في المقدمة، ليس فريقي المفروض أن يكون فيه نجوم، ليس فريقي المفروض أن يكون منافس طول السنوات الماضية، ومع ذلك ظل هذا المدرج ثابت كرقم واحد داعم لفريقه بأرقام وإحصائيات دقيقة جدا ورسمية، إنه هو كان موجود، ما أخذ الفريق وما أخذ اللاعبين، وفي أسوأ ظروفه ترى الاتحاد قاعد يمر، إداريا فنيا عناصريا ماليا. الجمهور الاتحاد رقم واحد كداعم، الجمهور الواحد رقم واحد كضخ أموال لخزينة النادي، الجمهور رقم واحد اللي حاضر في الملاعب السعودية لم يتراجع، رغم أنه في بعض الأندية أقوى وأفضل وأحسن وبيئتها أفضل في 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 أنديتها، ومع ذلك ظل الاتحاد هو الداعم وهو الظهر وهو السند للكيان والعميد. الاتحاد رقم واحد في المدرج كما هو في الصدر أو في الشعار رقم واحد جمهور الاتحاد. هو موسم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الفيصلي هو الفريق الذي أجاد في مواجهة مختلف المنافسين نقطة واحدة فصلته عن المركز الرابع في الدوري، لكن مركزه السادس يعتبر أكثر من مجرد إنجاز لفريق يبحث عن كتابة فصول جديدة من التاريخ. ليس موسم استثنائي فحسب للفيصلي، بل هو موسم تاريخي أيضا، كيف لا، والفريق يقدم فيه عروضا مميزة ونتائج مثالية. يسجل، يسجل الوازيني للفيصلي هدف التعادل. لا يكون العنابي أحد فرق المقدمة بين أندية الدوري السعودي، وهو بعيد عن أهل القمة ويبحث عن كتابة التاريخ، وهو دائم التأرجح بين فرق الوسط إن لم يكن مع المتراجعين. في هذا العام كان الفريق مغايراً عما كان عليه، قدم مستويات رفيعة تحت قيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش الذي فاز بجائزة المدرب الأفضل هذا الموسم. في بطولة الدوري لم يكن الفريق صيداً سهلاً، بل على العكس تماماً، كان حجر عثرة حتى لفرق المقدمة، وخطف من النقاط ما خطف، إذ حقق الانتصار في 9 مناسبات وتعادل في 8 وخسر في 9. سجل خط هجومه 39 هدفا واستقبل 33 هدفا ليحتل المركز السادس، لأنه بينه وبين المركز الرابع نقطة وحيدة. أما بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فقد حقق الفريق نتائج مميزة، وكان المفاجأة الكبرى في الدوري نصف النهائي عندما تفوق على فريق الأهلي يتأهل إلى المباراة النهائية في حدث تاريخي للفريق يحدث للمرة الأولى، جعل من موسم الفيصلي هذا العام استثنائيا وتاريخي. حمد دبيخي، موسم
هل هو فعلا موسم استثنائي للفيصلي؟ وإذا كان كذلك لماذا؟ بدون شك طبعا بالنسبة للفيصلي توفقوا طبعا المدرب وعندهم اللاعبين الأجانب عملوا ثقل في الفرق كلها، الفرق الوسط عملوا لهم نقلة نوعية وعندهم لاعبين مميزين مثل جوستافو معهم العام وكان له بصمة واضحة على طريقة لعب الفريق، روجيريو برضو أضاف لهم بالنسبة للفريق. وبالنسبة لوصول المباراة النهائية على فكرة يعني نظام الكؤوس كلنا نعرف أنه نفس قصير، يعني كلها أربع مباريات تجد نفسك في النهائي في مقابلتهم أصلاً، حتى قابلوا فرق درجة أولى. يعني أفضل نظام كان أنا أشوفه يعطي قيمة فنية للمسابقة النظام اللي كان ثمان فرق من الأول للثامن في ترتيب الدوري، بعد نظام القرعة يوسعون كتسويق لكن كأداء فني وعمل فني ما أعطاها بعد فني كبير جداً. حتى البطولة نفسها كانت تلعب يعني في نص الموسم دور 32 بعدين يقعدون أسبوعين يلعبون وهكذا، عكس لما تكون نهاية موسم ككاملة وكان يعتمدون على الثمان فرق من الأول إلى الثامن ينتهي الدوري ويلعبون الأول قابل الثامن الآخري، يعني كان فيها زخم فني أفضل. فوجود الفيصلي على تميزه بالإضافة لنظام البطولة أنا أقول يعني مستحق أنه يوصل يلعب مباراة النهائية. مجددا أنقل الكلمة للزميل محمود الحوسني وجديد الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، تفضل محمود. شكرا لك يعقوب وأهلا بكم مشاهدينا مجددا مع جولة في وسائل التواصل الاجتماعي. تفاعل كبير في موقع أبو ظبي الرياضية على تويتر مع السؤال الخاص الذي تم طرحه، إذا ما كان موقع الفريقين في جدول الترتيب ومواجهتهما السابقة ستحددان نتيجة اللقاء. يبدو أن ثقة الجماهير كانت كبيرة بتمكن الاتحاد من تخطي كل العقبات وعدم التأثر بالنتائج السابقة أو بالترتيب، وذلك بنحو 70% من المشاركين في الاستفتاء مقابل 30% راهنوا على تكرار ما حدث في المواجهات السابقة وبالتالي توقعوا فوز الفيصلي بالكأس. رصدنا لكم أبرز تفاعلات جماهير الاتحاد عبر الهاشتاغ الذي أطلقته قناة أبوظبي الرياضية كأس الملك أبوظبي الرياضية. كان لجماهير الفيصلي نصيبا وافرا من التعليقات وردود الأفعال عبر هاشتاغ كأس الملك أبوظبي الرياضية. أخيرا نتابع بعض المشاركات بالفيديو على هذا الهاشتاغ. جمهور الاتحاد للملعب جيلو يشجع المدينه.
ندف العالي جيبوا لنا هذه فرحنا جمعنا فيها يا رب العالي انصرنا دينا يا رب العالي انصرنا دينا مشاركات جميلة من متابعين أبوظبي الرياضية. تنتهي جولتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي. تعود إليك الكلمة زميلي يعقوب مع ضيوفك الكرام. شكرا لك محمود. لم يكن طريق الاتحاد مفروشا بالورود، فقد احتاج الاتحاد مجهودا مضاعفا لتخطي العقبة واحدة تلو الأخرى في طريقه لبلوغ المباراة النهائية وإنقاذ موسمه الذي لم يكن كما تشتهيه جماهيره الكبيرة. وإذا بالفوز بأغلى الكؤوس يمثل جائزة استثنائية مثلى في وقت استثنائي للنادي ومحبيه. انطلاقة العام الجديد بدأ مشوار جميع الفرق المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور 32 بعد انقضاء التصفيات التأهيلية التي سبقتها. ومن ذلك الدور انضمت أندية الدوري السعودي للمحترفين حيث تخاض مباريات هذا الدور من مواجهة واحدة. جاءت بداية الاتحاد مع نظيره الكوكب الذي تجرأ مبكرا ونجح في التقدم بالنتيجة في الشوط الأول، وانتظر العميد حتى آخر 25 دقيقة لتبدأ الأمور بالتغير تماما بعد أن حصل المصري محمود كهربا على ركلة جزاء نفذها بنجاح التشيلي كارلوس فيلانويفا، إلا أن الاتحاد لم يهدأ بعد ذلك وواصل البحث عن إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بالبحث عن الهدف الثاني، وكان له ما أراد عن طريق التونسي أحمد العكايشي بتسديدة أرضية من حافة المنطقة. وتواصل الفرح في مدرج الإتي بعد أن وقع محمود كهربا على ثالث أهداف الفريق ليتمكن من الصعود إلى دور 16، وكان هو آخر الواصلين إلى ذلك الدور. كهربا يأتي بالثالث ورقصة الفرح. هذا الدور جمع الاتحاد بضيفه في تلك المباراة الاتفاق القادم من الشرقية، والذي قدم موسما مثاليا في النهاية، لكن الاتحاد مرة أخرى وجد نفسه متأخرا بهدف، ومرة أخرى أيضا كارلوس فيلانويفا هو الذي عاد بالفريق. وبما أن الاتحاد يملك من الخبرات ما يكفيه للتعامل مع مباريات الكؤوس، خطف المباراة في أوقاتها الإضافية بهدف النجم فهد المولد الذي كان يخوض مبارياته الأخيرة بزي الاتحاد. هذه المرة كان الاتحاد أول المتأهلين إلى الدور المقبل، الدور ربع النهائي. سنقاتل ونقاتل ونقاتل. هدف سجل المدرج عميد، سجل المدرج عميد. مرة أخرى الاتحاد هو الطرف المستضيف، والطرف الآخر هو الشباب الذي خاض موسما للنسيان. وأثبت الاتحاد نواياه منذ الشوط الأول حيث نجح في التسجيل والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليعلن عن وصوله إلى مربع الذهب من كأس خادم الحرمين الشريفين. شوف كهربا شوف. في نصف النهائي كشر النمور عن أنيابهم وصعقوا الباطن بنصف دستة من الأهداف قادت إلى المشهد الختامي في أغلى الكؤوس وخير ختام لموسم تاريخي في الكرة السعودية.
رياض، كيف كان مشوار الاتحاد للوصول إلى المباراة النهائية؟ أعتقد لم يكن في صعوبات مشوار الاتحاد في بطولة الكأس. كان سهل؟ بالنسبة له أكيد كان سهل، لأن يعقوب أنت عارف أن الاتحاد كان في نهاية الموسم يعني أو في وسط الموسم ما كان الفريق اللي المتميز، لكن قدر لا تقلل من الاتفاق. تقول الاتحاد الأسوأ والآن تقلل من أنديتنا. أي اتفاق؟ لأنه هو لعب مع الاتفاق. ما قلت لك الاتفاق. تقول سهل أنت، تقول سهل. يعني الاتفاق طريق سهل. طريق بالنسبة. إحنا واحد من واجهنا. إذا فاز عليك هو الطريق، أنا أتكلم عن الطريق ولا أتكلم عن الاتفاق. إحنا في طريقه. أنت اليوم عشان تقيم فريق كرة القدم في الاتفاق. حاجني عن الاتفاق عشان اقول لك شو وضع الاتفاق. الاتفاق طريقه سهل من الفرق الجيدة. الاتفاق تعبان. اي فريق يحصل على طريق سهل للوصول يعني احنا سهلين؟ لا بس رياض انت قلت لي الطريق سهل لان الاتحاد ما قابل كان مميز او انه قابل فريق فرق ضعيفه. لا الاتحاد لم يكن ولا قابل فرق ضعيفه، في فرق حصل على فرق اقل منه. يعني في المباريات. ما توني اقول لك لا تغلط على الاتفاق، هو قابل الاتفاق. يا سيدي العزيز احنا ما نغلط على كيانات. هذا انت غلطت على كيانات. نتكلم في تقييم كرة القدم. ما يقدر يقول لك لو قلت له زين بيناقض كلامي اليوم ارجب السؤال. اليوم انا اتكلم عن فرق متساوية الاداء، الاتفاق، الاتحاد، شو اسمه الفرق، الشباب متساوية الاداء فتفوق ببعض التفاصيل. حمد بيخ انت تقطع افكاره ترى. لكن لما انت تقول ما ارضى يخطا يقول الاتحاد اللي هو الأسوأ وصل بطريقه سهله، معناه ان الاتفاق والشباب كانوا سيئين. الأسوأ كعمل يا حمد، قيم انت لما تتكلم عن فريق عنده سوء عمل وقضايا ووضع سيء. اذا هو عنده مشاكل وموسم سيء اليوم ما ادري انا هل انتم مش بعيدين عن وضع الاتحاد اليوم؟ الاتحاد لا بس انت تقول كلام شوي ما في نوع من المنطق. كيف ما يعرفون اليوم مشاكل؟ عشان هم مستغربين من هالموضوع. مشاكل وقضايا واجانب غير فعالين ومدرب بلا جوده. هذا هو يعني كل هذه الاشياء وصل النهائي. وصل النهائي. نزل برشوت مثل الاتحاد على النهائي ولا كيف؟ سؤال، انا بسالك سؤال. تفضل طال عمرك. عقب في ما انت انا اللي يقول انا ما شاهدت الدوري السعودي او ما شاهدت ما حد قال. انت قلت لا. ليش قلت؟ لان قلت لك انا ما ابغى اجاوب، مو معقول. لا اول شيء قلت ماتش. لا روحك قلت معقول اليوم احنا شاهد الدوري السعودي. يا ابو نواف بس انا بالعمد انا قلت انت لما فاز على الاتفاق 4 شو قلت انت؟ ايش قلت؟ شو قلت؟ قلت لي يقركم الفوز الفريق شبه اشباح. تتكلم يعني على فرديه المباراه ولا على جماعيه مشاركه؟ انت تكلمت بسوء الاداء والحاله السيئه اللي كان عايش. ولعب قدام الشباب احلى مباراه. يعتبرون وصول الفيصلي للنهائي مفاجاه، لكننا نعتبره واقعا فلا يمكن اعتباره صدفة. فالفيصلي كان وراء خروج صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب الأهلي. لنتابع كيف كان طريق الفيصلي للنهائي. الفيصلي أحد طرفي المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا العام، في إنجاز يعتبر تاريخي بالنسبة له، إذ أنه يتواجد في هذه المباراة للمرة الأولى في تاريخه. ولكن كيف كانت طريق وصوله إلى هذا اللقاء؟ طريق الفيصلي لم يكن مفروشا بالورود. البداية كانت في دور 32، إذ واجه نظيره الوطني والذي تقدم أولا قبل أن يعادل الفيصلي ليعاود الكرة في الشوط الثاني ويتقدم مرة أخرى قبل أن يعادل الفيصلي ثانية، ويتجه الفريقان للأشواط الإضافية والتي تمكن فيها الفيصلي من تسجيل الهدف الثالث وخط بطاقة التأهل لصالحه. في الدور ثمن النهائي كان الفيصلي الطرف الأفضل في مباراته أمام النجوم، وتمكن من تحقيق الفوز وبأريحية بهدفين دون رد ليصل إلى دور الثمانية.
الفيصلي كان خصمه هذه المرة في الدور ربع النهائي فريق القادسية، وعلى الرغم من انتهاء الشوط الأول لصالح القادسية بهدف دون رد، فالفيصلي نجح في قلب الطاولة في الشوط الثاني وتسجيل 3 أهداف، ولم يشفع الهدف الثاني الذي سجله القادسية له ليتأهل الفيصلي إلى الدور نصف النهائي. في هذا الدور كان الموعد مع فريق الأهلي، ويومها لم يتفوق الفيصلي على خصمه فحسب، بل تفوق على نفسه أيضا وعلى جميع التوقعات لينجح في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بهدف نظيف. منو الطريقة كان أصعب للوصول إلى المباراة النهائية، الفيصلي أم الاتحاد؟ يعني إذا قسناها بالأندية اللي واجهوهم، أنا أعتقد نسبيا الاتحاد كان واجه فرق أصعب، على اعتبار أن الفريقين اللي واجههم في البداية سواء الجيل أو الوطني من فرق الدرجة الأولى، وأعتقد أو على الرغم من أنهم أيضا يحتلون مراكز مش متقدمة في الدرجة الأولى، إلا أن واجه الفيصلي أيضا مشكلة مع هذه الفرق. طبعا المباراة يمكن الأصعب كانت مع الأهلي، هي اللي كانت يعني لها يعني الفيصلي كان مواجهاته أسهل من الاتحاد، أسهل من الاتحاد نعم، وخصوصا الاتحاد على الأقل واجه فريقين سواء الاتفاق او الباطل والاتفاق والشباب، ترى كلهم كويسين على الاقل الشباب والاتفاق من الفرق على عكس كلامك ترى. اكيد انا بالنسبه لي الاهلي هو المقياس الحقيقي في هذه البطوله، لما انت تلعب مع افضل فريق في الدوري السعودي زين ويخرج في الدور الاهم في الدور الاربعه، فهو بالنسبه لي هو المقياس الحقيقي. شوف انت عشان تمدح الفيصلي عشان تشوف مقياس معك حق وكلامك صحيح، والفيصلي من الفرق اللي احنا كلنا نحترمها ونقدرها في هذه، بس لما تبغى تمدح الفيصلي لا تقلل من الاتحاد، ترى انا ما قلل من الاتحاد من اعطائه في الموسم ولا اعطائه في المسابقة اقل شيء اليوم. هل انت صحيح يا رياض ترى اللي تتكلم وانت قاعد انت من تكلم على الاتحاد طول السنه وانت تنتقل في ترى انت عندك مخ وعندك رسالة، تكلم على اللي انت تتكلم عنه. انا اتكلم على حسب التقييم وعلى حسب الاداء وعلى حسب العمل. هل اليوم انت مجبع لك بدايه الموسم شو قلت؟ انا هل انت راضي؟ هل انا اسالك سؤال؟ خلني اسالك سؤال، هل انت راضي على عمل اداره الاتحاد خلال هذه السنه والسنوات اللي طافت؟ لا ما حد راضي. اذا هل انت راضي على المدرب؟ نعم اليوم السؤال خليني اكمل لك اسئلتي. انت ما تحقق معي يا اخوي، انا اقول رايي ترى. انا مش احقق، انا اسالك. انا بتكلم. انت تقول لي عارف اتكلم. انا تكلمت اول مع ابو نواف لما تكلمت، قلت الاتحاد مر بسنوات صعبه فيها مسلبيات كثير على هذا الجيل وعلى الادارات وعلى كل شيء. اليوم الاتحاد جاء على اهم مفترق طرق، يعني يمكن لو كان يتمناها ما كان حدثت في أسوأ موسم له. أيوة. تخيل انت، لان الكاس هذا ايش يعني للاتحاد غير انه مساله انه يدخل الموسم القادم اللي هو فيه تحولات وفيه اشياء كثير من المعلومات باذن الله. اذا فاز الاتحاد بكره، هذا امنيتي طبعا، حقول كثير من المعلومات هذه سواء من لعيبه محليين من لاعبين اجانب، حقول على بعض الاسماء اول من قال بكرة على تويتر. هذه البطولة تعني الاتحاد اللي عانى كثير عودة قوية جدا للموسم الجاي. هذا الأهم. حيكسب، شوف المكتسبات 5 مكتسبات حتكون، هي طبعا نفسها للفيصلي بس تعني الاتحاد شيء كثير. كأس الملك، العودة للبطولات الكبرى، كأس الملك 10 مليون ريال مكافأة للاتحاد، عندك حيشارك آسيويا وحيشارك في بطولة السوبر، 5 مكتسبات. تخيل الفريق تأتي مثل الاتحاد في أسوأ مواسمه
ماذا تعني الاتحاد والاتحادي؟ هذه المباراة أهم مباراة أنا أعتبرها وأهم بطولة للاتحاد في العشر سنوات الماضية. إلى أي حد نجح مدرب فريق الاتحاد تشيلي خوسيه لويسييرا خلال نحو عامين في إعادة فريقه إلى طريق البطولات والإنجازات، ومنذ قدومه خلفا للروماني فيكتور بيتوركا خطف سييرا كثيرا من الأضواء لرغبته الكبيرة في تحدي كل الصعوبات وتمهيد الطريق نحو بداية عهد جديد من الإنجازات. لم تؤثر النتائج السلبية التي سجلها الاتحاد هذا الموسم على شعبية تشيلي سييرا لدى الجماهير النمور التي وضعت العديد من الاعتبارات قبل انتقاد المدرب التشيلي، لعل أبرزها غياب الدعم اللازم عن الفريق بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم. على الرغم من إنهاء الفريق بطولة الدوري في المركز التاسع وخسارة الرهان على أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا، إلا أن ذلك لم يمنع تشيلي من البحث عن طوق نجاة ينقذ به موسمه ويسكت النقاد. ضالة سييرا وجدها في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، هناك قدم أداء استثنائيا رد به اعتباره تاريخ الاتحاد واستعاد شغف جماهيره. المدرب التشيلي عمل بجد حتى يستخرج أفضل ما لدى لاعبيه في التشكيلة التي يمتلكها، فكون فريقا يمتلك حلولا جيدة ومرونة تكتيكية بسبب تعدد مواهب نجمه الأول ومواطنه فيلانويفا، على الرغم من أن الاتحاد أنهى بطولة الدوري تاسعا وهو المركز الأسوأ للفريق في تاريخ دوري المحترفين، إلا أن لحظات الفرح التي شهدتها جماهير الفريق أكثر بكثير من نكسته لتقف حائط صد أمام الانتقادات التي أثيرت في الوسط الإعلامي السعودي، مجددة الثقة من جديد في صانع الفرح الاتحادي. ولا يشك أحد بمدى التغيير الذي أحدثه تشيلي في صفوف اتحاد جدة منذ قدومه عام 2016.
حمد دبيخي، هل نجح السيارة مدرب الاتحاد هذا الموسم؟ بدرجة عالية جدا، يعني وفق المعطيات اللي عاشها سيرة على مستوى اللاعبين اللي هي أدواته، أنا أعتقد نجح بامتياز، خصوصا أن السنة هذه الموسم الماضي كان عنده بس 5 لاعبين، الأربع الأجانب مع فهد مولد العام الماضي. الموسم هذا افتقد لفهد في الفترة الأخيرة لما انتقل الأسبوع، وافتقد في الملعب للعكاشي وكهربا، بدأ يقاتل بس باثنين نعم مع الأنصاري، حتى الأنصاري كان مع إصابة في ظهره، لكن أنا قلت لك يعني قدم عمل فني وفق المعطيات أعطته نجاح كبير جدا. حتى على المستوى الآخر المدرب الفيصلي وفق بنرجع على الفيصلي بنتكلم عنه الاتحاد، هذا رأيي. رياض، هل نجح السيرة في الظروف في وضع اللي عايش فيه الاتحاد؟ أكيد. قبل شوي تقولي المدرب ما عند ما لا أنا لما تتكلم أنت كجودة، أنت تتكلم كنتائج بس كجودة، يعني كجودة مدرب لا، هو عليه كلام كثير يعني، مش المدرب اللي مش مدرب طموح الاتحاد. أوكي. لم يكن اختياره المدرب الأفضل في الملاعب السعودية مجرد صدفة، النتائج تشهد على ذلك. الصربي فوك رازوفيتش الذي بدأ مسيرته التدريبية عام 2005 نجح في الرهان الأكبر بتسليط الأضواء على فريقه بأسلوب سهل، السهل الممتنع. في أول مؤتمر صحفي للصربي فوك رازوفيتش وجاه فيه الإعلام عند تقديمه مدربا للفيصلي، كان حديثه واضحا، قاد الجميع نحو تكوين فريق يقدم أداء استثنائيا بصرف النظر عن الإمكانات والقدرات المادية والمعنوية للنادي. وقتها ربما كان جميع الآراء تتجه لتشكل صورة يرغب فيها المدرب الجديد في تلميع ذاته أمام إدارة الفريق، لكن مواجهات الموسم ومنافساته أثبتت بأن تلك الكلمات كانت لها وقع المفاجأة حينا والجدية حينا آخر. أقل من نصف موسم قدم المدرب نفسه وفريقه بقوة بين كبار الدوري السعودي للمحترفين، نجح في حصد 4 نقاط من مواجهاته مع الاتحاد ومثلها مع الشباب، ونقطة ثمينة حصدها من الهلال بطل الدوري، ليواصل رسم إبداعاته رفقة العنابي في أغلى البطولات السعودية اسما ومكافأة، لنرى فريقه في النهائي على حساب من يفوقه قدرة وأداء أهل جدة، نراه على عرش مدربي الأندية السعودية كأفضل مدرب في الموسم الكروي السعودي. صورة رازوفيتش في رفقة الفيصلي كانت نتاج عمل شاق متكاتف اكتمل نصبه بإدارة قوية ومدركة ولاعبين يرغبون في إثبات الذات طمعا في التاريخ. في الفيصلي كان له نجاح في تحفيز اللاعبين وتطوير من مستواهم الفني والبدني وجعلهم منافسين أقوياء في البطولة المحلية. في الفيصلي كانت بصمته واضحة، 6 ترتيب الدوري العام بهجوم قوي سجل 39 هدفا، ودفاعا هو 3 من حيث القوة خلف ناديي الأهلي والهلال باستقباله 33 هدفا، ليكون عنوان برازوفيتش هو النجاح بانتظار اللمسة الأخيرة في الكأس ليكون الموسم استثنائيا.
محمد البكيري، فوق رازوفيتش، كيف تشوفه مع الفيصلي؟ وهل فعلا بناء على نتائجه هو المدرب الافضل حاليا في الملاعب السعوديه؟ طبعا هو شوف، لما تتكلم بلغه الارقام طرح مقدم اليوم الفيصلي في واحده من احسن مواسمه. الفيصلي طول سنوات الثمانيه او التسعه في دوري المحترفين تميز بشخصيه داخل الملعب وخارج الملعب. داخل الملعب اللي هي اليوم يظهر فيها مع المدرب، قدم له بشخصية، له بصمة أو هوية معنا صح للفريق الفيصلي. الشيء الثاني، الفريق الفيصلي الهوية اللي قدمها طول فترة دوري المحترفين هي سيد المنطقة الدافع في سلم الترتيب الدوري، ما حد يقاوم ولا حد يتغلب على الفيصلي في التمكن من هذه. الموسم هذا بالذات تحديدا كان في استثناء بعمل المدرب، عمل وقفز الى المراكز، يعني كان في بعض المباريات تكاد انه يعني يثبت في هذا المركز، وممكن الثالث كان يصل اليه لو ما خسر بعض المباريات في منحنيات صعبه كانت او مهمه في هذا الشيء. الفيصلي نفسه شخصيا كفريق ولا كنادي، ترى طول السنوات اللي يعرف الفيصلي يتميز يعني بعمل، انا احيانا استغرب، يعني اول شيء يتم تغيير اللعيبه احيانا في الموسم اللي بعد الموسم الحالي ويغير مدرب، مع ذلك نفس الهويه هذه ثابته في الفيصلي اللي هو الفريق الجماعي، الفريق المنظم، الفريق اللي يحافظ على المنطقه الدافع دي، يعني ما يحاول انه يرفع طموحات كثير عاليه حتى لا يسقط سريعا. الشيء الثاني ايضا ترى يقدم المدربين ترى كويسين، عندك زولاتكو ترى مدرب الفيصل اساسا وقدم كذا اكثر من لاعب. في سر من اسرار الفيصلي يعني ذكره الاستاذ محمد السراح مره في احد البرامج، ليش يعني انا كنت استغرب كيف الثبات هذا اللي في اداره يعني متوسطه الدخل، محدوده الدخل يعني كمداخيل، لكن ذكيه في اختياراتها اللاعبين، ذكيه في اختيارات اللاعبين المحليين والمحترفين والمدربين وحافظوا على هويتهم، انه كان من يوم ما يضمن الاسبوع اللي يضمن فيه فريق الفيصلي في الدوري البقاء، انه فعلا في فارق او كبير جدا ما بينه وبين الفرق الهابطه، يبدا البحث عن اللاعبين، اذا كان بيغير لاعبين محترفين يبحث عن اللعيبه ويبدا يراقب سوق اللاعبين، ولا يبحث عن مدرب، يبدا يشتغل من وقت مبكر للموسم في الوقت اللي الناس اللي كل الانديه تقريبا تعمل على الامتار الاخيره من نهايه الموسم وبدايه الموسم الاخر. لذلك الفيصلي كفريق، ترى لا تنسى الفيصلي يستفيد دائما من توقفات مثل توقف ست توقفات في الدوري ولا لاحب عنده في المنتخب، يعني المدرب غير هذا الشيء، غير الشيء طبعا انه يقدر يشتغل مع الفريق كله، لا كلها موجوده. انا اقول لك كل موسم تابع الفريق الفيصلي الموسم القادم، لا كلامك سليم، انا ما اختلف، لذلك هويته هي واحده، كلامك سليم ما اختلف معك. بذهب الى ناصر التميمي، موجود في مقر اقامه الاتحاد وتصور مع احد اعضاء الشرف، تفضل ناصر. أه
شكرا زميلي يعقوب السعدي، بالتأكيد معي مساعد الدوسري عضو شرف نادي الاتحاد. مساء نرحب فيك على أبو ظبي الرياضية. الاتحاد أمام لقب تاسع يسعى له في كاس خادم محمد الشريفين، كيف تشوفون الفرصة الاتحاد مع الفيصلي غدا إن شاء الله؟ أولا حياكم الله في داركم الثاني وإن شاء الله تكونون في الخير علينا. أما بالنسبة لمباراة بكرة إن شاء الله كلي متفائل وخير إن شاء الله. أول نهائي بجدة من أكثر من 10 سنوات، أنا متأكد على يقين تام أن الجمهور بكرة بيكون له دور إيجابي للفريقنا يأخذ الكاس بإذن الله. من مصادرنا مساعد عرفنا أن بكرة بيكون لك تكريم من نادي الاتحاد، تخبرنا أكثر عن تفاصيله. إن شاء الله في بكرة بيكون لي تكريم من الاتحاد، يا بكرة يا بعد الكاس إن شاء الله، من نادي الاتحاد بخصوص أني محقق بطولة العالم في مانشستر للعبة فيفا. أيضا بيكون في الاتحاد فريق الاتحاد بيشارك، أظني لعبة الفيفا بتكون موجودة والاتحاد بيشارك وأنت بتكون ممثل الاتحاد في اللعبة هذه. أي صحيح، والسنة الجاية بيكون في دوري خاص لفيفا 19 والاتحاد كل الأندية السعودية مشاركة فيه، بس أنا يمكن أكون عندكم، يمكن أكون لاعب لحد مو الأندية الإماراتية برا، فلسه إن شاء الله كل شيء يبين الفترة القادمة. توقعاتك بكرة؟ بإذن الله مباراة والله صعبة، أسأل الله يكرمنا يا رب الفوز، بس يمكن 3-1 للاتحاد. شكرا لك ما شكرا. ألف شكر حبيبي. أيضا على السريع زميلي يعقوب معانا شاعر الاتحاد عبد الرحمن الهودل. عبد الرحمن رحب فيك على أبو ظبي الرياضية. الله يحييك حبيبي. سمعنا في كلمات الاتحاد بيسوونها باكر، نبقى تميزنا اليوم في أبو ظبي الرياضية لو بيتين من هاي الكلمات. أبشر 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 بها كاملة. ما يقول أنا اتحادي يقول فعل وجسارة دايم على القمة تحصل مكاني، وقت التحدي دايما في الصدارة، لا يمكن أرضى أكون ثالث وثاني لجل العميد اللي ملكني وقاره، أعيش عمري بين عشق وتفاني، أحب لونينه وقدر شعاره ويزيد عشقه مع مروره الثواني، أنا المحب اللي نقش له عبارة يكفي مع حققت كل الأماني، ببقى معه واقف في عز انكساره، لا يمكن أصمت وأنا أشوفه يعاني، كل اتحادي دوم رهن الإشارة يشهد على وقفته قاسي وداني، معه معه في فوز ولا خسارة، وأرقامنا تشهد بحب الكياني. صح صالح، هذه اللي سمعناها حاليا تسجلونها وانتهى غناها كامل جاهزه باذن الله تعالى؟ هي اول مره على بضبط باذن الله تعالى. هذا الحين الكلمات اول مره تجيكم، ان شاء الله نشوفها بكره في الملعب. مشكور نشكر. العفو العفو. شكرا لمساعد الدوسري زميلي يعقوب. يمكن ما قبل الختام اخر الليل اليوم مساعد الدوسري، وسمعنا الكلمات لاول مره على ابو ظبي الرياضيه التي سوف تكون غدا بعد مباراه النهائي خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي. شكرا لك ناصر، شكرا لك. كثيرة هي مفاتيح اللعب عند فريقي الاتحاد والفيصلي، لكن ابرزها على الاطلاق هو اللاعب الافضل في الموسم هذا الموسم في الملاعب السعودية تشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب الاتحاد وأفراح جماهيره. بالمقابل كان صايد الشباك البرازيلي لويس كوستافو منتزع أهات الجماهير في المدرجات بأهداف مهدت الطريق أمام أحلام تكبر وتكبر للفيصلي. المواجهة الكبيرة لا تقتصر فقط على فريقين يتنافسان من أجل التاريخ والألقاب، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يلتقي على أرض الملعب لاعبان يملكان سجلات رهيبة هذا الموسم وفي كافة البطولات المحلية. في الاتحاد يبرز النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا، فيكفي العلم أن ساحر التشيلي ساهم بأكثر من ربع أهداف فريقه في بطولة الدوري، إما بالتسجيل بنفسه أم بصناعة الأهداف. فيلانويفا قام هذا الموسم بإهداء زملائه في الفريق
76 فرصة للتسجيل، ترجم منها 13 فرصة إلى أهداف. في الوقت ذاته قام بتسجيل 6 أهداف في مسابقتي دوري وكأس خادم الحرمين الشريفين. لمسات تشيري الساحرة كفلت لفريقه 12 نقطة في بطولة الدوري، وساهمت في قيادة النمور نحو الدور النهائي للبطولة الأغلى. لذلك لم يكن تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري السعودي قرارا غريبا. في الجهة الأخرى يقبع أكثر اللاعبين شراسة ومنافسة لليفانويفا البرازيلي لويس غوستافو، يأبى أن ينهي الموسم الكروي السعودي دون بصمة تبقى في أذهان مشجعي الفيصلي بالمساهمة في التتويج الأول في تاريخ النادي وتقديم أداء استثنائي لا ينسى. وتبقى لغة الأرقام في الرياضة هي الأكثر حيادية. البرازيلي ساهم في صنع وتسجيل 17 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل 9 أهداف بنفسه وصنع 8 آخرين، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق خلال 25 مباراة مع الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم. غوستافو استمر في تسطير اسمه بأحرف من ذهب بصناعته ل 63 فرصة مع العنابي ليكون ثاني أكثر اللاعبين صناعة للفرص. من على الرمضة مش حفل قدم يستاهل. وصلنا لنهاية تغطيتنا اليوم مشاهدين الكرام، غدا راح تبدأ تغطية أبوظبي الرياضية للمباراة، راح تكون عند الساعة 6:45 بتوقيت أبوظبي، 5:45 بتوقيت الرياض، أي قبل 3 ساعات من انطلاقة المباراة. غدا 4 معلقين عبر أبو ظبي الرياضية سوف يقومون بالتعليق على مباراة الغد. قناة أبو ظبي الرياضية الأولى راح يكون فيها التعليق بصوت الزميل عامر عبد الله على الصوتية الأولى. الصوتية الثانية راح يكون علي سعيد الكعبي. في قناة أبو ظبي الرياضية 2 الصوتية الأولى راح يكون المعلق بيدرو، سوف يقوم بالتعليق على المباراة باللغة الإنجليزية. وفي الصوتية الثانية راح يكون عصام عبدو. حمد الدبيخي، يوسف حسين، محمد البكيري، رياض الذوادي، أشكركم لوجودكم معنا. غدا سنلتقي، إذن غدا تغطيتنا راح تكون قبل انطلاقة المباراة ب3 ساعات، لكن راح تتواصل مع الفريق البطل وأفراح الفريق البطل. إذن تتواصل الرحلة مشاهدين الكرام مع كأس خادم الحرمين الشريفين غدا، وفي استاد الجوهرة تطل جوهرة الكرة السعودية الاتحاد والفيصلي. سنكون هناك ومن هناك سنواصل رحلة الحب معكم، رحلة الحب الذي تتلون به الكرة ويبقى بعد الكرة. إلى أن نلقاكم دمتم في أمان الله، ودامت أرض المملكة العربية السعودية موطن القلوب، ودام ملكها في كل القلوب. تصبحون على خير، يا كل الخير.